السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضرتكم وحلقة جديدة ويوم جديد من استاد الأهلي. يعني أكيد لازم أقول في البداية الأهلي فوق الجميع، الكلمة دي مش شعار، الكلمة دي موجودة لأن احنا طبعا من خلال أبنائه دائما الأهلي فوقنا، فوقنا من خلال دايما لما بنكون حاطينه دايما في المقدمة أو أمام أنظارنا، أن احنا دايما يبقى في الأول، دايما يبقى هو الأفضل، دايما يبقى هو فوق الجميع فعلا. عشان كده لازم كنت أبتدي هذه الجملة، خصوصا أن احنا داخلين على مرحلة في تاريخ النادي الأهلي مهمة جدا. أولا طبعا مباراة الترجي والمباراة الصعبة إن شاء الله اللي من خلال هذه المباراة سوف إن شاء الله ناخد هذه البطولة، أنا متأكد، لأن طبعا بيبان شخصية البطل من مباريات مهمة. طبعا زي ما بقول لكم الترجي فريق كبير، فريق أنت لما تكسبه نهائي مبكر تكسبه أعتقد أن الأمور بتسهل بشكل كبير، ولكن يعني كل التوفيق إن شاء الله للفريق. البداية النهاردة أو كلامنا النهاردة على مباراة الترجي، كتير جدا ذكريات كتير جدا عن هذه المباراة. بدايتي كان لازم أقول الأهلي فوق جميع، وتوجيه رسالة بقى أو رسالتين أو رسائل كتيرة جدا أولها للاعبين، ودي لازم كنت أتكلم عليها. إحنا ما بنخافش من حد، إحنا بنواجه أي فريق في العالم، جه ريال مدريد لعبنا كسبناه، جه برشلونة، جه روما كسبناه، بنلاعب كل الفرق، إحنا بنقدم أمامهم مباريات قوية جدا. الخوف دايما ما بيبقاش من الفرق، الخوف دايما بيبقى مننا إحنا، إحنا كلاعبين في اليوم ده بنبقى عاملين إزاي، نبقى حالتنا الفنية والبدنية عاملة إزاي، هو ده اللي ممكن تخاف منه ويخاف منه جماهير النادي. لكن طبعا عندنا ثقة في اللاعبين الموجودين حاليا، عندنا ثقة في إمكانياتهم الفنية والبدنية وإصرارهم على الفوز في المباريات الصعبة. ودائما يمكن مهندس محمود طاهر هو بيتكلم في تصريحه، دائما بنشوف النادي الأهلي دائما في المواقف الصعبة والمواجهات الصعبة هو مميز، دائما بنلاقيه قد المسؤولية، هو ده اللي احنا منتظرينه من اللاعبين. عندنا أكيد إن شاء الله في هذا اليوم هيكون 11 لاعب راجل، دائما احنا بنشوف في هذه المباريات الصعبة ال 11 لاعب راجل. عندنا 180 دقيقة، سواء 90 دقيقة هنا في استاد الجيش ببرج العرب أو في رادس إن شاء الله يوم 23 سبتمبر في المباراة الأخرى، أو المباراة إن شاء الله اللي هتكون في تونس يا رب، من خلال المحاضرات اللي احنا بنشوفها دي، من خلال كابتن سعد عبد الحفيظ ومحاضرته وكلامه مع اللاعبين، نجم كبير كابتن سعد عبد الحفيظ، يمكن أحرز نتذكر في الترجي كانت مباراة مهمة أحرز هدف، كان سبب من أسباب حصول النادي الأهلي على بطولة أفريقيا 2001 وصعودنا للدور النهائي لمقابلة سان داونز. أيضا كابتن حسام البدري ومحاضرته بعد كده مع اللاعبين سواء بقى فنيه او كلام ممكن تحفيزي، ده مهم جدا طبعا بيحصل قبل المباريات المهمه، يعني واضح جدا التركيز من خلال اللاعبين والانصات لكابتن سعد حفيظ وايضا الانصات لكابتن حسام البدري والجهاز الفني. طبعا كل واحد ليه دوره، كل واحد بيدي خبراته ومعلوماته وتحفيزه للاعبين عشان الاحساس بالمسؤوليه يكبر، كل يوم بيكبر عند اللاعبين. اكيد طبعا احساس المسؤوليه والبطوله دايما موجود عند لاعبي النادي الاهلي، عشان كده بيبقوا افضل اللاعبين الموجودين سواء بقى في مصر او في الوطن العربي. عشان كده كمان التحفيز مهم جدا، انت تقول لهم انت من 2013 ما خدتش هذه البطوله، 8 بطولات للنادي الاهلي في هذه البطوله، الجيل الحالي ما احرص منها ولا بطوله حتى الان، فبالتالي فرصه لمجموعه من اللاعبين اللي ما حضروش او ما اخدوش هذه البطوله. طبعا احنا احمد فتحي وموجود طبعا نجم كبير، حسام عاشور، شريف اكرامي احرزوا هذه البطوله، ولكن مجموعه كبيره من اللاعبين في الجيل الحالي ما احرزوش هذه البطوله، فبالتالي فرصه ليهم. يمكن احنا في بطوله 2001 كان عندنا حافز كبير جدا، ان احنا النادي الاهلي كان بقاله 15 سنه ما اشتركش في البطوله او ما احرزش هذه البطوله، فكان كل همنا وكل تركيزنا ان احنا نرجع هذه البطوله اولا للنادي الاهلي، وان احنا يبقى تاريخ بالنسبه لنا، ان انا محمد فاروق اخذ بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، بطوله السوبر افريقيا مع النادي الاهلي، سعد عبد الحفيظ كابتن سعد عبد الحفيظ في الوقت ده برضه نفس، كلنا واحنا بنجتمع مع بعض ان ده تاريخ بيتكتب لنا، ده تاريخ بيتكتب لنادينا رقم واحد ولينا احنا كمان كلاعبين نقدر نتكلم عليه لاولادنا واحفادنا وايضا لجماهيرنا اللي تستنى دايما البطولات. دايما النادي الاهلي هو صاحب
البطولات. عشان كده احنا لما نتكلم 2013 حتى الان ما احرزناش هذه البطوله. يا رب ان شاء الله 2017 تبقى ان شاء الله هذه البطوله داخله نادينا في دولاب بطولات النادي الاهلي. وصلنا للكاس العالم للمره السادسه بامر الله، وزي ما نقول بقى السادسه يا اهلي والسادسه يا اهلي، يعني وصلنا للمرة السادسة لبطولة العالم للأندية بأمر الله، ده اللي احنا دائما بنتكلم عليه. أما رسالتي الثانية لجماهير النادي الأهلي اللي بمختلف توجهاتها وحبها طبعا للنادي رقم واحد، وهو ده الأهم. احنا كلنا بنحب النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي بيحب فريقه، بيحب الكيان بشكل كبير. عشان كده لازم أوجه له رسالتين: الوقوف خلف الفريق، سواء بقى جماهير اللاعبين، المجلس الاداره، الجهاز الفني، هو الاهم. سيبكم بقى من موضوع الانتخابات، ان الكلام الناس عماله تتكلم عليه واحنا ما اتكلمناش هنا في قناه الاهلي على موضوع الانتخابات، لانه مش وقته. انا عندي مباراه مهمه جدا 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 امام الترجي، امل كل الاهلاويه واملنا احنا كلنا ومحبي النادي الاهلي هو الحصول على هذه البطوله. الجمهور الكبير ده احنا طبعا نتمنى طبعا يبقى موجود وبشكل مميز جدا، ل 20,000 اللي هيبقوا متواجدين بامر الله في استاد الجيش ببرج العرب يبقوا بيشجعوا من قلبهم. هو في اللحظه دي وانت موجود في الاستاد عندك بتحب شخصيه معينه تبقى رئيس النادي، وعندك جنبك هيبقى واحد بيرشح حد تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن الهدف الاول والاخير هو كيان النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وحصوله على بطولة افريقيا في هذا الموسم ان شاء الله. لكن تقول لي بقى مين هينزل؟ ما اتكلمتوش ليه؟ ما اتكلمناش ليه؟ لان ده مش وقته تماما. قناة النادي الاهلي هي للنادي الاهلي كله كله، كل اللي شاركوا، كل التاريخ اللي كان موجود داخل النادي الاهلي احنا بنتكلم عليه، سواء نجوم كبار كانوا موجودين وبيرشحوا نفسهم، او ناس بيشتغلوا من قلبهم في كمجلس اداره في التوقيت ده، او تاريخ كان موجود من رؤساء انديه، كابتن صالح سليم، الفريق مرتجي، كابتن عبده صالح الوحش، كابتن حسن حمدي. كلنا في الاخر وفي الاول بنمجد هؤلاء او العظماء اللي مروا على تاريخ النادي الاهلي كرئاسه النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي. فبالتالي مش لازم نتكلم في التوقيت الحالي على الانتخابات، وقت ما هيجي وقتها هنتكلم وهنبقى محايدين بشكل كبير في هذه القناه. يعني لازم طبعا زي ما قلت لكم احنا كنا رافعين شعار فوق الاهلي فوق الجميع، هو ده هيفضل زي ما هو في قناه النادي الاهلي. احنا كجمهور وكنادي اهلي واعضاء جمعيه عموميه لازم نفخر بوجود كوادر كتير داخل النادي الاهلي. كنا يعني استكمالا لكلامي عن مجموعه الكلام على الانتخابات والكلام ده، لكن احنا بنفخر بالكوادر الكبيره اللي موجوده داخل النادي الاهلي، سواء بقى كابتن محمود الخطيب، سواء كان كمرشح موجود لو او هيرشح نفسه، ايضا كابتن حسن حمدي قبل كده، كابتن صالح سليم، كابتن الفريق مرتجي، زي ما بقول لكم كل الكوادر الموجوده اللي كانت بتفكر تبقى موجوده او موجوده كرئيس نادي، ايضا مهندس محمود طاهر ومجهوده الكبير. كلنا فخورين في انديه كتيره او انديه تانية ما بيبقاش عندها غير كادر ولا اتنين، لكن احنا ما شاء الله عندنا كوادر كتير في حته رئاسه النادي، عندنا كابتن طارق ابو زيد، الاستاذ ابراهيم معلم، كل دول ليهم الحق ان هم يبقوا موجودين في رئاسه النادي وكلهم قادرين على اداره هذا النادي بشكل مميز، غير طبعا الاعضاء يعني طبعا المهندس خالد مرتجي، استاذ خالد رندالي، واعضاء النادي الموجودين حاليا. يعني انا مش عايز انسى حد، لان احنا ما شاء الله لازم نفخر بنادينا وكوادر نادينا اللي فعلا اما هتكون موجوده في اي وقت واي مكان هتكمل اللي عمله اللي عمل قبله. يعني المهندس محمود طاهر كمل الطريق مع بعد كابتن حسن حمدي، المهندس محمود طاهر لو كان موجود هيكمل، ايضا اي فرد هيجي كرئاسة نادي هيكمل ايضا المشوار بعد المهندس محمود طاهر، وهيفضل الكيان موجود بشكل مميز. هو ده اللي احنا نتمناه. عشان كده بقول رساله الجماهير، انسوا خالص موضوع الانتخابات، افخروا بكوادركم الموجوده ان شاء الله اللي هتكون موجوده بعد وقت في الانتخابات، ولكن افخروا بفريقكم وخلوكم وراه وورا ظهره وورا مجلس ادارته، وابعدوا تماما عن الشائعات وكلام كتير جدا في الفتره اللي فاتت عن الشائعات. احنا الهدف الاول والاخير حصول على بطولات. كل دول زي ما يعني طبعا تاريخ طويل طويل جدا جدا النادي الاهلي، يعني بدايه من عمر بيك لطفي صاحب فكره التاسيس، وحتى نهايه حتى بالمهندس محمود طاهر، يعني التاريخ طويل، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن عبد الصالح الوحش، يعني مجموعه من الفريق مرتجي طبعا، مجموعه من عظماء ورموز النادي الاهلي وتاريخه الطويل والعريق
في المنظومة الرياضية والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها والوطن العربي. دائما النادي الأهلي بيحتذى بيه على فكرة في كل حتة، في كل حتة في الوطن العربي. احنا ما بنروح، انا بتذكر دايما لما بنروح دول الخليج ولا بنروح افريقيا ولا ولا ولا، دايما الناس بتبص لنا بمنظور تاني يا جماعة. فلازم نعتز ونفتخر بكوادرنا ونفتخر دايما بانتمائنا لهذا الكيان الكبير، كيان النادي الأهلي. واحنا وضع طبيعي ان احنا نقول كده عن النادي الاهلي، احنا ولا بنطبل بقى ولا بنحاجه دلوقتي، احنا بنتكلم على تاريخ النادي الاهلي وكوادره اللي موجوده ولا هتفضل موجوده ودايما زي ولاده، دايما الكوادر ولاده داخل النادي الاهلي. ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله في الفتره القادمه، ان النادي الاهلي يفضل في المقدمه ودايما يفضل في احسن حالاته. عايز اقول نقطه تانية بس لان سمعتها، حرب الشعارات دايما النادي الاهلي بياخدها قبل اي ماتش مهم. يعني بنتكلم على مثلا صوره لاعب ولابس سلسله معينه، يعني الكلام ده طلع من كابتن خالد غندور وهو صديق ويعني شخصيه محترمه انا بحبها بعيد عن مجال الاعلام. هو يعني هو شخصيه جميله جدا واكيد هو دوره بيأديه بشكل معين، لكن ارجو ان احنا نبقى حريصين جدا في كلامنا، حريصين جدا في اختيار الموضوع اللي ممكن نناقش فيه، لان ممكن المناقشه تودينا في حته سياسيه او حته دينيه، ارجو انها ما تتعملش، لان احنا في الاول في الاخر بنلعب كره قدم. كره القدم ما بتعرفش دين ولا بلد، بتعرف فقط ولا لا غير هو لغه كره القدم فقط لا غير. ده اللي احنا نتمناه بشكل من الاشكال. كل نتمناه ان شاء الله ان بلدنا تبقى في حاله استقرار وفي حاله ازدهار كروي وازدهار رياضه. ده اللي احنا نتمناه طبعا من خلال الفتره القادمه بامر الله. انا عايز اكلمكم على بقى الكوره وكره الكوره في النادي الاهلي. عايز اقول لكم ان النادي الاهلي زي ما بقول لكم احنا ما بنخافش من حد، بنخاف فقط من مننا احنا كلاعبين كجهاز فني يبقى حالته الفنيه عاليه، حالته البدنيه عاليه. هل كابتن حسام البدر ان شاء الله هيبتدي بمين؟ كلام كتير بنتكلم عليه في الفترة السابقة. ممكن كابتن حسام بدأ يفكر في تغيير بعض اللاعبين. هل كابتن حسام ممكن يبتدي بأجايه؟ هل ممكن يبتدي بوليد أزارو زي ما هو ولا أجايه يبقى موجود مكانه؟ مين هيبقى موجود؟ علي معلول ولا حسين السيد هيرجع هيبتدي يكمل بتشكيلة طلاع الجيش؟ هو ممكن كابتن حسام يفكر في حاجات كتير، ولكن الأقرب والأفضل لكابتن حسام، ودي من وجهة نظري أنا الشخصية يعني البسيطة، إن كابتن حسام بدأ طبعا علي معلول يبقى موجود ناحية الشمال ويرجع لمكانه الطبيعي، وبعد كده ممكن يفكر في الجزء الامامي. هل اجايه يبقى موجود؟ ممكن اجايه يبقى موجود في الجزء الامامي، ولكن يفضل وليد ازارو كراس حربه ووليد سليمان. حته الخبرات انت محتاجها بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراه. احنا بنتكلم على فريق قوي جدا جدا، فريق عنده فرجاني ساسي، عنده فخر الدين بن يوسف، عنده طه ياسين خميسي، عنده مجموعه من اللاعبين المميزين، عنده ايضا الفترة اللي فاتت اتلعبت 4 أسابيع من الدوري التونسي ما خسرش ولا مباراة فريق الترجي التونسي. آخر مباراة كانت يوم 9 سبتمبر وكسب مستقبل قابس 1-0، دي آخر مباراة في الدوري التونسي لفريق الترجي. 4 أسابيع يعتبر إن هو رجليه في الملعب، رجليه موجودة ماشي بشكل كويس. ولكن طبعا احنا النادي الأهلي زي ما بقول لكم احنا ما بنخافش من حد، احنا على أرضنا كمان بنبقى وحوش، هو ده دايما اللي احنا بنتكلم عليه. هروح سريعا لامير هشام هيقول لي طبعا تفاصيل اليوم النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي واستعداده لمباراه الترجي. امير مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا كابتن فاروق، ومساء الخير على كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا امير، يعني طمني على الفريق النهارده وتدريباته والشكل العام بالنسبه للفريق النهارده. طبعا النهارده المران قبل الاخير مباراة الترجي هي مباراة غاية في الأهمية زي ما احنا عارفين يا كابتن فاروق، بالتالي النهارده كان مران مهم جدا للجهاز الفني واللاعبين. كابتن حسام البدري ركز في بعض الجوانب التكتيكية بشكل كبير جدا قبل المران، بس كان في محاضرة من كابتن حسام اتكلم فيها طبعا مع اللاعبين عن أهمية المباراة، وكان في بعض لقطات الفيديو بالنسبة لفريق الترجي. خليني أقول لك اللقطات مش بس على الأربع مباريات الأخيرة في بطولة الدوري، لا ايضا كانت عن شركه الفريق الترجي في البطوله العربيه واللي قدر يفوز بيها هنا في مصر. لقطات كلها مجمعه لاخر مباريات فريق الترجي التونسي. كابتن حسام البدري اكيد ادى تعليمات واللاعبين ابرزها، يمكن اهم شيء هو عدم استقبال هدف على ارضنا، وده يمكن اكيد مهم زي ما انت عارف طبعا طبعا شباكنا تكون نظيفه ان شاء الله خلال اول مباراه هنا في اسكندريه. ايضا ركز مع المهاجمين على ضروره انهاء الهجمات واستغلال الفرص، طبعا اي فرصه مهمة جدا وثمينة جدا
بمباراه كبيره زي مباراه ترجي التونسي طبعا 8. وده اللي عانيت منه يا امير في بطوله الدوري، الفرص الضائعه دي مشكله. طبعا في مباراه الترجي صعب، هتبقى الامور صعبه، لازم تنتهز اي فرصه تبقى موجوده في الملعب او كره تجيلك يعني. بالظبط، خصوصا ان فريق الترجي التونسي يا كابتن فاروق زي ما انت عارف فريق قوي جدا، عنده السنه دي عناصر مميزه جدا. اكثر من لعيب يمكن جيدين جدا في فريق الترجي ممكن يمثلوا خطوره على النادي الاهلي، لكن ان شاء الله عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي ان الفريق بحاله بدنيه وحاله فنيه جيده جدا، مستعد للمباراه بشكل كبير جدا. النهارده خلال التدريبات كان في تركيز واضح على وجود اللاعبين، في جديه واضحه خلال التدريبات. خليني اقول لك التدريب في البدايه ابتدى ببعض الجوانب البدنيه الخفيفه جدا، خلاص الجهاز الفني خلاص نزل الاحمال البدنيه بشكل كبير. بعد التدريبات البدنيه كان في تدريبات كره، ايضا كان في تقسيمه كده مع نهايه المران، لكن قبل التقسيمه كان كابتن حسام البدري خاص جزء بالمران للمدافعين والمهاجمين، فريق مختص او فريق يتكون من مدافعي النادي الاهلي وفريق اخر يتكون من المهاجمين، وكانوا بيلعبوا قصاد بعض. كابتن حسام البدري اكيد في وجهه نظر فنيه في الحته دي. ايضا خلال التقسيمه الاخيره كان كابتن حسام البدري وقف التمرين اكثر من مره، ادى بعض التعليمات للاعبين بشكل كبير جدا. خليني اقول لك ايضا ان كان في تدريب على الكرات الثابته، واضح ان كابتن حسام البدري يا كابتن فاروق بركز على بعض الاساليب اللي ممكن يتلعب بيها الكرات الثابته او ممكن نشوفها من خلال الضربات الثابته اللي ممكن تيجي للنادي الاهلي خلال مجريات المباراه. الضربات الثابته فقط الهجوميه ولا الدفاعيه برضو يا امير؟ لان خلي بالك فريق الترجي عنده جزء مهم جدا، هو ضربات الثابته بتاعته خطيره جدا، لازم كابتن حسام اكيد بيمرن اللاعبين عليها. هي ضربات الثابته اكيد هتكون مهمه، او شفناها النهارده من خلال اللي شفناه في التدريب، هي مهمه للمهاجمين. في نفس الوقت المدافعين بيحاولوا يقوموا بدورهم في الكرات الثابته دي، فيعتبر تدريب مشترك للمهاجمين والمدافعين. يعني عاملها كابتن حسام بدري مشتركه يعني. بالظبط بالظبط كده، التدريب يعتبر مشترك للمدافعين والمهاجمين اكيد. لكن بشكل عام كل القائمه الافريقيه جاهزين للمباراه، في ميعاد اميدو جابر يمكن عنده كدمه في منشأ العضله الاماميه، هو الوحيد اللي غايب عن قائمه النادي الاهلي للمباراه دي. كابتن حسام البدري اختار 24 لاعب، وهم القائمه اللي موجوده القائمه اللي موجوده الاهلي. بالظبط، بالنسبه للنادي الاهلي في القائمه الافريقيه، احنا زي ما احنا عارفين قائمه النادي الاهلي المفروض هي 30 لاعب، لكن في بعض اللاعبين اللي رحلوا زي مثلا عمرو جمال، حسام غالي، كولوبالي، عمرو جمال، اصابه مروان محسن ايضا يعتبر هو اصلا من اللاعبين المقيدين الافريقيه اللي في الاصابه بعدته. طبعا واحمد حجازي اكيد، دول لاعبين اللي هم رحلوا عن النادي الاهلي. ايضا بالاضافه لميدو جابر اللي هو عنده اصابه زي ما قلت لك في منشا العضله الاماميه. فيما عدا ذلك جميع اللاعبين جاهزين جدا جدا من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ايضا. خليني اقول لك النهارده عايز اتكلم بالتحديد عن وليد ازارو. مع خلال التقسيمه كابتن فاروق، وليد ازارو ادى تقسيمه بشكل جيد جدا، وواضح ان كابتن حسام بدري يمكن جلس معاه خلال اليومين اللي فاتوا واداله بعض التعليمات. النهارده احرز اكثر من هدف، تالق بشكل كبير جدا خلال التقسيمه، ولعب اكثر من كره جميله جدا جذبت انظار كل الاعضاء اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا على التقسيمه النهارده. هو خلاص هو اقرب واحد ان هو طبعا يبتدي مباراه ان شاء الله الترجي التونسي بعد غد. لكن لو هنتكلم على التشكيل يا كابتن يا ريت تقول لي كده وانت موجود كده يا امير، هل في ملامح موجوده للتشكيل انت لاحظتها؟ يعني هو التشكيل الاقرب يا كابتن فاروق هو هيكون في حراسه المرمى شريف اكرامي، خط الدفاع احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اثنين مساكين هيكون رامي ربيعه وسعد سمير، مفيش خلاف خالص في الخط الدفاعي بالنسبه للنادي الاهلي. في نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور هم الاقرب بنسبه كبيره طبعا، هم يكونوا متواجدين خصوصا ان هم بقى لهم فتره بيلعبوا مع بعض. ايضا في الجلد الامامي بالنسبه للنادي الاهلي عبد الله السعيد هيكون متواجد، بالمناسبه كان متالق النهارده في التقسيمه بشكل كبير جدا، سواء هو او صالح جمعه. على فكره صالح جمعه ايضا ادى تدريبات بشكل جيد جدا وخلال التقسيمه تالق بشكل كبير، لكن الاقرب عبد الله سعيد هو اللي هيبتدي. يمينه وشماله بقى الكلام بقى على احمد الشيخ او وليد سليمان، وايضا وجود اجاي كلاعب موجود في برضه في نفس الخط، يعني الكلام على ايه في الحته دي يا امير؟ بالظبط، هو الاقرب لحد دلوقتي او يمكن حسم موقعه هو جونيور اجاي، هيكون وينج شمال بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا في عدم الجاهزيه الكامله يعني، او مؤمن ده كلام هو جاهز طبعا بنسبه 100%، لكن هو رجله مش في الملعب، يمكن اخر فتره ما كانش بيشارك بفترات كبيره، لكن جونيور اجاي يمكن هو اجهز فنيا بالنسبه لكابتن حسام البدري، وهو الاقرب ان هو هيبتدي في المكان ده. الناحيه الثانيه المفاضله ما بين احمد الشيخ ووليد سليمان، خصوصا ان وليد سليمان خبراته اكبر زي ما احنا عارفين في البطولات الافريقيه دي، او البطوله الافريقيه لاحمد الشيخ يشارك فيها مع النادي الاهلي، لكن
وليد سليمان امبارح ما كانش شارك في المران بشكل كامل، شارك في اخر جزء في المران، النهارده شارك في المران بشكل كامل، لكن الاجهز بدنيا يعتبر احمد الشيخ، فبالتالي هو الاقرب ان هو يكون متواجد في التشكيله ده، بالاضافه لجونيور اجاي طبعا المهاجم المغربي للنادي الاهلي، عفوا وليد ازارو، وليد ازارو وليد ازارو هو المهاجم اللي هيكون يقود هجوم. هو تقريبا ده تشكيل فريق طلائع او مباراه طلائع الجيش، بس تغييره في علي معلول مكان حسين، وجود اجايف في خط الهجوم تحت مع عبد الله السعيد، وطبعا ما بين المفضل احمد الشيخ او وليد سليمان. ولكن طبعا وانت معايا كده انا بقول يعني وجهه نظري ان الماتش ده محتاج خبرات، وليد سليمان اكيد يعني هو الاقرب بشكل كبير، يعني الاقرب لطبعا وجوده في هذا المركز. يعني خليني اقول لك يا كابتن فاروق برضو ان الناحيه المعنويه بيبقى ليها دور كبير. احمد الشيخ ماتش طلائع الجيش قدم مباراه جيده جدا، وبالتحديد في الشوط الثاني، وقدر انه يحرز هدف حلو جدا من كره ثابته، بالتالي هو معنويا عنده معنويات مرتفعه جدا، جاهز بشكل كبير جدا ان هو يبتدي المباراه دي. طبعا كلها حسابات احنا ما بنتصلش فيها، لكن اكيد القرار الاخير بيبدا من كابتن حسام البدري، هو اكيد ادرى بشكل كبير جدا من يبتدي المباراه، وعنده حساباته للتشكيل اللي ممكن يبتدي بيها هذه المباراه، خصوصا ان هي زي ما احنا عارفين يا كابتن فاروق هي مباراه بطوله تعتبر. الاهلي والترجي اللي هيكسب منهم هيكون اقرب ان هو يحرز البطوله، هم اعتقد اقوى فرقتين في دوري ابطال افريقيا او في دوري الثمانيه طبعا في الفترات دي، فبالتالي اللي هيكسب فيهم هو اللي هيكون اقرب. لكن ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يفوز في المباراه دي، وان شاء الله يقدر يؤدي اداء جيد، يحاول ان هو يحقق نتيجه يعني نقول 2-0 او حاجه تريحنا شويه في مباراه تونس في ملعب رادس. طبعا ملعب رادس احنا كتبنا عليه كتير، لكن برضه طبقا مباريات الاهلي والترجي مباريات صعبه، خصوصا خارج ارضك اي فريق في شمال افريقيا بتبقى مبارياته دايما صعبه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يحاول من مباراه هنا في مصر ان شاء الله ان هو يؤدي بشكل جيد ويحقق نتيجه تكون مرضيه بشكل كبير تريحه في مباراه العوده ان شاء الله. اكيد هشام امير، يمكن تمرين النهارده هتخلص وهيبقى توجه الفريق على اسكندريه، مظبوط؟ بالظبط، التمرين خلاص فعلا خلصت من حوالي بالظبط نص ساعه او ساعه الا ربع بالتحديد، وخلاص الفريق او الاتوبيس بيتحرك في هذه اللحظات اتجاهه لمدينه اسكندريه، وبالتحديد احد الفنادق القريبه من اسكندريه. عندك البرنامج بتاع بكره وحتى يوم المباراه ولا بكره؟ بكره ان شاء الله باذن الله الفريق طبعا هيكون متواجد في الاقامه، هيكون عندهم تدريب الساعه 5 مساء طبعا للفريق، قبل التمرين هيكون في الاجتماع الفني خاص بالمباراه اللي هيحضره كابتن سمير عدلي كابتن سعيد عبد الحفيظ، ده هيكون كمان الساعه 4 بالظبط عصرا. الساعه 4:30 هيكون في مؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، وهيكون مؤتمر صحفي دور كابتن حسام البدري، هو المؤتمر الصحفي الخاص بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. ده يمكن برنامج الفريق غدا. المران اكيد هيكون مران اكثر اهميه، مران الغد ان شاء الله كابتن حسام البدري هيستقر فيه بشكل اكبر، على زي ما قلنا التشكيل يعتبر كابتن حسام استقر عليه خلاص، لكن طريقه اللعب الاسلوب الناحيه التكتيكيه ممكن كابتن حسام البدري يدي من خلالها بعض التعليمات للاعبين ان هم ينفذوها ان شاء الله خلال مباراه الترجي، ومن خلالها ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه باذن الله. امير انا عايز اسالك، يعني الجزء التحفيزي ده جزء مهم جدا، اذا كان من الجهاز الفني او من مجلس الاداره، وجود المهندس محمود طاهر في يعني وزاره او اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين، كلامهم كان ايه مع اللاعبين او يعني المناقشات اللي بتبقى جانبيه حتى كمان؟ طبعا هو كلامهم دايما بيبقى كلام تحفيزي زي ما انت قلت يا كابتن فاروق للاعبين. خليني اقول لك ان لاعبي النادي الاهلي مش محتاجين تحفيز، هم عارفين المسؤوليه اللي هم فيها جدا، عارفين ان هم اكيد بيبقوا احد اسباب سعاده جمهور النادي الاهلي بشكل دائم خلال الفترات السابقه، عارفين ان بطوله افريقيا السنه دي بالتحديد بطوله مهمه جدا لكل جمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد ما النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الثنائيه من خلال بطوله افريقيا، بيحاولوا ان هم يحققوا الثلاثيه التاريخيه هتبقى بالتاكيد، لان النادي الاهلي بقاله فتره ما حققش ثلاث بطولات في موسم واحد، بالتالي لاعبي النادي الاهلي مش محتاجين تحفيز كبير. اكيد في كلام من اعضاء مجلس الاداره، المهندس محمود طاهر رئيس النادي اكيد كلام كله تحفيز بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يكون في مضاعفه المكافآت، ده شيء بديهي وشيء طبيعي طبعا، خصوصا ان هي مباراه كبيره امام فريق الترجي التونسي، لكن لاعبي النادي الاهلي عندهم مسؤوليه كبيره جدا هم قدها ان شاء الله، ويقدروا من خلال مباراة الترجي ان هم يوصلوا للدور الاربعه، دور قبل النهائي ان شاء الله من بطوله دوري افريقيا، ومن ثم دوري ابطال افريقيا، ومن ثم ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يرجع البطوله دي ان شاء الله لدوري البطولات دي. طيب يعني اخيرا الجزء الجماهيري يعني اللي هو 20 شمس وتعامله في يمكن في مؤتمر دلوقتي تقريبا او اجتماع مع الجهات الامنيه بخصوص دخول الجماهير وان شاء الله يوم المباراه مع اللي هو 20 شمس.
بالظبط. خليني اقول لك ان الوقت شروط شمس يمكن اتحرك من النادي تقريبا الساعه 4 ونص. هو تقريبا الساعه 7 دلوقتي واحنا بنتكلم تقريبا. بالظبط هو زمان وصل، لكن هو اتحرك من النادي يعني مشي من النادي عندنا حوالي الساعه 4 ونص، هو كابتن سمير عادل، عشان طبعا تنسيق الامن الخاص بهذه المباراه والاجتماع مع قيادات الامن في اسكندريه عشان طبعا ترتيب لدخول الجمهور. زي ما احنا عارفين هو للاسف 20,000 متفرج بس اللي هيكونوا متواجدين، لكن ان شاء الله هيكونوا داعم بشكل كبير اكيد ان شاء الله، عنصر مؤثر جدا جدا ان شاء الله للنادي الاهلي خلال مباراه الترجي. واكيد هم خلاص في هذه اللحظات بينسقوا بالشكل النهائي اللي ان شاء الله هيتم من خلاله حضور جمهور النادي الاهلي للمباراه دي يا كابتن. ان شاء الله يا امير يبقى يوم جميل كده على كل الاهلاويه اللي هيبقوا موجودين في الاستاد في اليوم ده، واحنا كمان نبقى مستمتعين جدا واحنا بنغطي هنا في قناه الاهلي هذه المباراه. احنا دايما زي ما بنقول احنا داعمين لفريق النادي الاهلي وكل اللعبات الرياضيه اللي داخل النادي الاهلي، وهدفنا دايما هو هذا الكيان الكبير وتغطيتنا بشكل كبير لكل لاعب. بشكرك امير هشام طبعا زميلنا ومراسلنا من استاد التتش، واكيد كان موجود النهارده غطلنا كل التفاصيل وكل المعلومات عن فريق النادي الاهلي النهارده في تدريبه وفي الفتره القادمه. احنا معاه دايما باستمرار امير هشام طبعا وكل زملاء النادي الاهلي. زي ما بقول لكم احنا ما بنخافش من حد، يمكن لو لعبنا احنا الترجي المباريات اللي احنا لعبناها امام الترجي لعبنا 14 مباراه امام هذا الفريق، فريق طبعا قوي، ما نقدرش ان احنا نقول احنا بنلعب فريق اي كلام، لا احنا بنلعب فريق الترجي، فريق افضل من افضل الفرق اللي موجوده في شمال افريقيا في افريقيا بشكل كبير. يعني حاله الفوز بالنسبه للنادي الاهلي كانت 5، اما فوز الترجي كانت 3 مباريات، تعادل ما بين الفريقين 6 مباريات، 14 هدف للاهلي و8 اهداف فقط للترجي. يعني برضو خلينا نقول ان احنا متفوقين في الجزئيه دي، حاله نفسيه بتخلينا حتى راكبين الجزئيه دي. وقت من الاوقات لو نفتكر او نتذكر كان في فرق مصريه كتير كان عندها وكلامنا كان عن عقدة شمال افريقيا او العقدة اللي احنا ما بنعرفش نكسب دول شمال افريقيا سواء بقى اندية او منتخبات. في جيل من الاجيال طبعا جيل بركات وائل جمعة سيد معوض كسرنا الجزئية دي، وهي دي كانت يعني اعتقد حاجة كانت مميزة جدا في الوقت ده. احنا عايزين نستكمل الجزئية دي من خلال الجيل الحالي، وزي ما بقول لكم في البداية احنا لازم تعملوا تاريخ لنفسكم. ده كلامي للفريق وكلامي للاعبين في التوقيت ده، ده تاريخ انتوا بتعملوه بتستكملوا بيه امجاد لاعبين سابقين واجيال سابقة، ان شاء الله انتوا تكملوه وغيركم بعد كده يجي يكمل من خلال طبعا الفترة القادمة. عشان كده بقول لكم احنا ما بنخافش نحقق فريق الترجي فريق قوي، عنده مجموعة من اللاعبين المميزين، مدرب على مستوى عالي كابتن فوزي البنزرتي. ده يعني هتقابله صعوبة، الصعوبة دي محتاجة مجهود، محتاجة تركيز، محتاجة إصرار، ودائما انتوا عندكم الجزئية دي. يا رب ان شاء الله يبقى اليوم ده يوم جميل عليكم بأمر الله. عايز أقول لكم بعض الأخبار. مهندس محمود طاهر بيقول كان يعني طبعا كلامه في وتصريحاته دي طبعا مهمة جدا، مصلحة الأهلي أهم من الانتخابات وواثق من عبور الترجي. أكيد مهندس محمود طاهر بيقول أن ثقته كبيرة جدا في الفريق وفي التوقيت الحالي أيضا وصعوبة الموقف نفسه بالنسبة للمباراة القادمة، هو واثق من اللاعبين وواثق من قدرتهم على يعني أن هم يعدوا عقبة أو يتخطوا عقبة فريق الترجي إن شاء الله بأمر الله، لأنه هو دائما النادي الأهلي في المراحل الصعبة أو في الأوقات الصعبة بيبقى قد المسؤولية. اللاعبين طبعا بيبقى ليهم عامل كبير ودور كبير جدا. وحول قرار طبعا اللجنة الأولمبية المصرية بعدم اعتماد لائحة الأهلي، يعني المهندس محمود طاهر اتكلم ان دي أزمة قانونية بحتة، يعني مش هندخل بقى خلاص كلام كتير، والتوقيت الحالي هو مش عايز يتكلم في الجزئية دي أو الكلام على الانتخابات. لكن في الأول في الآخر المهندس محمود طاهر بيحفز اللاعبين، بيحفز اللاعبين، كلامه كله ثقة عن اللاعبين، وده هو ده يعني الوضع الطبيعي. أنا كمجلس إدارة بفضل أآزر في اللاعبين، أفضل أخلي النادي في حالة استقرار عشان نحصل كل البطولات. ده دور أي مجلس إدارة يجي، وده حاجة مميزة إحنا بنعيشها في الفترة اللي فاتت. كله بيقوم في دوره في الوقت اللي بيبقى فيه موجود، بيبقى الوقت اللي بيبقى فيه هو في مسؤولية، ودي هي الحاجة المميزة. ده دايما زي ما بقول لكم كنا بنتكلم على الكوادر، هي دي الكوادر اللي بتحب النادي وبتحب إنه يبقى في حالة استقرار وفي حالة فوز دائما بالبطولات. ايضا اجتماع تنسيقه كنا بنتكلم عليه ما بين طبعا اللواء شيرين الشمس والمدير التنفيذي طبعا للنادي الاهلي، وطبعا القيادات الامنيه بمديريه امن اسكندريه. يعني اكيد دلوقتي يعني على حسب معلوماتي ان الاجتماع شغال دلوقتي، طبعا تنسيق الامور، دخول الجماهير ال 20,000 اللي هيبقوا موجودين بامر الله، الاعلاميين، الصحفيين، الفرقتين هيتحركوا امتى ويمشوا ازاي، وطريق طبعا
طريق طبعا وصولهم لملعب استاد برج العرب واستاد الجيش ببرج العرب، كل ده هيكون في الاجتماع التنسيقي ما بين اللواء شيرين شمس والجهات الامنيه او مديريه امن اسكندريه. يمكن التذاكر طبعا بالنسبه لفريق الترجي المعامله بالمثل زي ما احنا بنتكلم، تسليم التذاكر بالنسبه للسفاره التونسيه هنا لبعض طبعا الجماهير التونسيه هتبقى متواجده، طبعا عندنا جاليه هنا موجوده بالنسبه للاخوه التوانسه، وايضا اللي هيجي طبعا من تونس بيرافق طبعا الفريق التونسي. طبعا لو احنا بنتكلم هيبقى المعامله بالمثل، احنا بندي التذاكر مجانيه وده الاتفاق، هيكون طبعا في الوقت الثاني او المباراه الثانيه هيكون في تذاكر ايضا بالنسبه لفريق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي هترافق فريق النادي الاهلي هناك بامر الله او الجاليه اللي هتبقى موجوده في تونس. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. بنوجه طبعا استاذ ابراهيم رزقي القنصل التونسي في مصر الشكر للنادي الاهلي عن طريق كابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي على المجهودات اللي بيقوم بها النادي الاهلي ترتيب مباراه كره القدم او المباراه القادمه ان شاء الله ما بين الفرقتين. طبعا الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا هو كابتن سيد حفيظ لتسهيل كل الامور الخاصه بالفريق خارج مصر وداخل مصر. كابتن سيد حفيظ اكيد ليه دور كبير جدا كمدير للكره للنادي الاهلي. زي ما بقول لكم النهارده كان المباراه او الختام بالنسبه لتدريبات الفريق في ملعب مختار التتش والسفر على طول لاستاد او اسكندريه او في برج العرب ان شاء الله الاستعداد بقى للمباراه من خلال طبعا التمرينات الخاصه للفريق هناك بامر الله. الترجي كان يعني وصل للقاهره او اسكندريه على طول لبرج العرب من خلال طائره خاصه الساعه 4 النهارده ورفض ان هو يستريح على طول على تمرين، وهو ده يعني فريق جاي مركز، فريق جاي عارف ان هو هيلاعب فريق قوي فريق زي النادي الاهلي، فبالتالي الراحه بالنسبه لهم مش موجوده. احنا ايضا مش مستريحين، احنا مركزين بشكل كبير، عندنا هدف، عندنا هدف الفوز في هذه المباراه بدون ما يبقى عندنا او مرمانة تستقبل اي اهداف. دي صعوبه جدا اعتقد كابتن حسام البدري هو بيحط تشكيله وبيحط خططه وبيحط كامل التنسيقات او كامل الخطط اللي هتبقى موجوده في المباراه، بيفكر دايما ان ازاي يجيب اهداف وفي نفس الوقت ما يستقبلش مرمى النادي الاهلي او فريق الاهلي اي هدف، لان طبعا هيصعب بشكل كبير المهمه، اي هدف صعب المهمه في رادس في تونس. يا رب ان شاء الله ما يعني يبقى الاهداف بالنسبه لنا موجوده ولكن يعني ما يبقاش اي هدف يخش مرمانا. يا رب كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. عايز اقول لكم ان ابرز مباريات اليوم النهارده كان في مباراه المصري وبتروجيت، فاز المصري بهدف بانسيه 1-0. المصري يعتبر دلوقتي هو اول الدوري، بيقدم موسم جيد طبعا فريق المصري بشكل كبير. نتمنى طبعا الوصول بعد كده ان شاء الله النادي الاهلي يخلص المباراه دي ونبتدي بطوله الدوري يرجع لمستواه الطبيعي داخل البطوله. يمكن الماتشات التأجيل ده كان في مباراة المقاصة في الأسبوع الثاني ولكن اتأجل طبعا بمباراة بسبب مباراة الترجي. المباراة الثانية اللي شغالة طلائع الجيش والإنتاج الحربي شغالة حاليا لسه ما طبعا نتائجها ما خلصتش. الدوري الأوروبي في هوفنهايم النهارده هيلاعب سبورتنج براجا اللي بيلعب فيه طبعا نجمنا أحمد حسن كوكا، أيضا أرسنال مع كولون الألماني. يعني مباريات أيضا مهمة، شفنا امبارح بطولة أوروبا دوري ابطال اوروبا وفوز ريال مدريد، مباريات طبعا مميزه، مباريات احنا بنستمتع بيها. اول امبارح برشلونه واليوفنتوس وايضا كانت ايضا مباراه رائعه من برشلونه وفوزوا ايضا على اليوفنتوس بشكل كبير، حاجه مميزه جدا احنا بنستمتع بيها هذه المباريات. خلينا نتكلم بقى على الذكريات وبطوله 2001 والبطولات الافريقيه ويمكن النادي الاهلي ايه الفتره الجايه او الشكل هيبقى عامل ازاي وتوقعات نجم ايضا من نجوم النادي الاهلي اللي شاركوا في هذه البطوله وحصلوا على هذه البطوله كابتن ابو المجد مصطفى. خلينا نروح لفاصل واستقبل بقى كلام كتير مع كابتن ابو المجد مصطفى، نجم كبير، نجم جميل، كان في منتخب مصر الشباب، نتذكر هذا المنتخب، هيكون معانا بعد الفاصل. احنا ليك يا علي وانت هو علي.
برحب بحضراتكم مره ثانيه. كلامنا مستمر عن مباراه الاهلي والترجي في دور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. عايز اقول لكم يمكن الترجي وصل يعني من خلال طبعا مجموعه صعبه، مجموعه سان داونز وسان جورج الاثيوبي وفيتا كلوب، وصل طبعا هو وفريق سان داونز كاول مجموعه. الترجي كان هو اول مجموعه، النادي الاهلي وصل في مجموعه الوداد المغربي وزناكو الزامبي والقطن الكاميروني، وصل النادي الاهلي كثاني المجموعه الرابعه. يمكن مباريات هتبقى صعبة سواء بقى للترجي أو الأهلي أو سان داونز والوداد، أكيد مباريات دائما في بطولة أفريقيا صعبة. ولكن خليني أقول لكم إن أول مباراة هتكون في دور ربع النهائي هتبتدي يعني المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ريفيارو، هيلاعب اتحاد الجزائر في نفس يوم اللي هيلعب فيه إن شاء الله النادي الأهلي، بس هيكون الساعة 3. يوم الأحد هيكون سان داونز أمام الوداد المغربي، وفي نفس اليوم هيكون الأهلي الليبي والنجم الساحلي، وهيكون يوم السبت 23 سبتمبر اتحاد أيضا الجزائر. بقى اللقاءات الثانية العودة 23 هيكون أيضا في الجزائر اتحاد الجزائر وفرفيارو، والترجي ان شاء الله هيكون يوم 23 سبتمبر مع الاهلي العوده، ده لقاء العوده. خلينا نتكلم عن مباراه الترجي والذكريات، اكيد موجوده لان احنا زي ما بقول لكم احنا لعبنا الترجي مباريات عديده، كان بتبقى دايما صعبه، فريق مميز فريق قوي جدا، ودائما الذكريات بتقول ان النادي الاهلي لما بيفوز او بيفوز على الترجي بتبقى الامور سهله بالنسبه له في المباريات اللي بعد كده، لانه دايما الفرق العربيه لما بتلعب بعض بتبقى فيه شويه قوه شويه تحفظ، ولكن دايما النادي الاهلي هو الحمد لله يعني متفوق بشكل كبير. الموقف اللي موجود في النادي الاهلي والموقف اللي موجود في نادي الترجي، انا اتذكر نادي الترجي كان في التوقيت ده او توقيت 2001 اللي احنا اتكلم عليه مع طبعا نجمنا، وهو كان واحد من ضمن اللاعبين اللي كانوا مشاركين في هذه المباراه، كان بنفس قوه فريق الترجي. احنا يمكن بعد كده شفنا فريق الترجي لحد ما بعد شويه عن الصوره، ولكن دلوقتي رجع فريق الترجي بشكل كبير، ولكن ما زال نادي الاهلي هو فريق قوي فريق مميز كل سنه بنشوفه بشكل مميز. خلينا اتكلم عن هذه المباراه وذكريات نجمنا اللي هيكون معانا دلوقتي كابتن ابو المجد مصطفى، واحد من اللاعبين المميزين، يعني شخصيه طيبه شخصيه نقيه جدا، موجود معانا في الاستوديو، هقدر اتكلم معاه بشكل كبير عن هذه المباراه وذكريات، لانه كنا موجودين في المباراه دي مع بعض. كابتن ابو المجد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن فاروق، حياتي ليك ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك كابتن، وانا سعيد جدا انا موجود ده مع حضرتك في بيتنا كبير قناه النادي الاهلي، وانت وحشتني جدا بقى لي فتره ما شفتكش. ما بتقولي ما بردش عليك، ما اقدرش يا كابتن ابو المجد، ده انت نجم الارجنتين. لا ممكن تكون عشان انت مسافر ولا حاجه. ممكن انا سافرت شويه. كابتن ابو المجد برحب بيه. خليني اكلمك في الاول على المباراه، انا هرجع للذكريات، لكن خليني اكلمك على المباراه. مباراه صعبه يعني، اكيد كل الناس او كل جماهير النادي عارفه قد ايه قوه فريق الترجي في الوقت ده، شفناه في البطوله العربيه، شفناه في بطوله افريقيا، شفناه هو متصدر المجموعه بتاعته، فبالتالي المباراه هتبقى صعبه. انت ازاي من خلال المباراه القادمه تقدر تحط رجلك في الادوار القادمه، يعني تريح نفسك بمعنى اصح يا كابتن عمر؟ يعني بسم الله الرحمن، طبعا زي ما حضرتك قلت فريق الترجي فريق كبير، يمكن الظروف اللي النادي الاهلي بيلعب فيها دلوقتي يمكن مشابهه بشكل كبير جدا للفتره بتاعه 2001. المباراه طبعا مش هتبقى سهله، فريق اول دوري هناك في تونس. صحيح، هو لعب اربع مباريات بالظبط وفاز فيهم كلهم، هو اول الدوري التونسي حتى الان بالظبط. معنويات عاليه جدا طبعا، هو عارف ان هو جاي يلعب فريق كبير زي النادي الاهلي، اكيد هو عارف ان الموضوع مش هيبقى سهل، واكيد ان هو عارف عامل حساب ان هو رقم واحد عنده ما ينفعش يتغلب هنا في القاهره. انا شايف ان النادي الاهلي الحمد لله احنا متعرضين للمواقف ديت كتير قبل كده، والمواقف ديت مش غريبه علينا، بنقدر نتعامل معاها بشكل جيد، اتحطينا تحت الضغوطات ديت كتير. فانا شايف ان استعداد النادي الاهلي للفتره ديت، شايف ان هو شغال بشكل كويس بشكل منظم، الدنيا هاديه. مباراه طلع الجيش ممكن تاثر على المباراه دي كتب. ما هي دي برضو من مميزات النادي الاهلي، ان انا ما بخلطش كل الامور ببعض، انا كل بطوله لوحدها، كل بطوله لوحدها، بطوله الدوري خلاص بيبقى ليها تركيزها وقتها، بطوله افريقيا ليها تركيزها وقتها، فدي من الحاجات اللي بتخلينا احنا مطمنين شويه ان النادي الاهلي ما بيتاثرش حتى
لو النتيجة حتى سلبية المباراة اللي قبليها ما بيتأثرش بالشكل الكبير، بالعكس بيقدر يتأقلم وبيقدر ان هو يعدي المرحلة. فدي من الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله يعني في صالحنا الفتره اللي جايه. عشان كده بقول لك يمكن النادي الاهلي او انت كلاعب بتشوف ان مباراه الدوري الممتاز او الدوري المصري بتختلف ترتيبها عن البطولات الافريقيه؟ طبعا يعني الموضوع مختلف تماما. بطوله الدوري يعني مشوار طويل، عدد الماتشات بتبقى اعلى، بيبقى عندك وقت ان انت تعدل من الوضع اللي انت بتبقى فيه اذا كان بالسلب او بالايجاب عندك. لكن البطولات الافريقيه طبعا بتبقى المباريات محدوده، مع الفارق ان المستوى الفني والقوه بيبقى اعلى في المباريات ديت. بتبقى كل الفرق متحفزه ان هي عايزه تحقق البطوله، ويمكن بيبقى التواجد في المجاميع او في بطوله افريقيا يمكن الفرق القويه والمميزه في البلدان او الدول. فطبعا بيبقى في فرق شاسع بين البطولتين. طيب يعني خلينا اكلمك بقى على ذكرياتك. احنا 2001 خلينا نقول ان كان الى حد ما شبيها في جزئيه ان احنا كان بقالنا كنادي اهلي فتره طويله ما اخدناش هذه البطوله وما دخلناش البطوله نفسها. ايضا احنا دلوقتي حاليا من 2013 لم نحصل على هذه البطوله، فاحنا كنا جيل بنحاول نعمل تاريخ لنفسنا في التوقيت ده، بنحاول نرجع امجاد نادينا لبطولات افريقيا مره اخرى، والحمد لله تركيزنا واصرارنا كلاعبين حققنا هذه البطوله. النهارده او ان شاء الله هذه البطوله والجيل الموجود حاليا مطالب بنفس الوضع، تحقيق بطوله ان شاء الله وتبقى البطوله التاسعه والنجمه التاسعه في بطوله افريقيا ان شاء الله. طبعا يا كابتن يعني انت حضرتك مش بعيد عن الظروف. البطوله في الوقت بتاع 2001 كنا متواجدين كجيل، البطوله طبعا كانت مهمه جدا للنادي الاهلي، وكانت لينا احنا شخصيا كجيل عايز يحقق حاجه عزيزه على النادي الاهلي والجمهور. بقى لها فتره كبيره جدا ما دخلتش النادي الاهلي، وبرضو احنا عشنا الفتره الاولانيه اللي ادانا الدفعه وادانا الاحساس ان كانت كل الناس مهتمه بان الفرقه لازم تحقق البطوله. فيمكن ده انعكس علينا في كلاعبين، كان تركيزنا بشكل كبير جدا. يمكن معظم في البطوله ديت معظم الماتشات الايجابيه اللي احنا عملناها خارج ملعبنا. يعني في البدايه كان بيترو اتلتيكو 3-1 هناك، كسبنا شباب بوليزداد هناك هدف ابراهيم سعيد. عملنا عملنا مباراه التعادل اللي وصلتنا للنهائي مع سان داونز مع الترجي بنتيجه ايجابيه خلتنا نوصل للمباراه النهائيه. فيمكن الحمد لله كان المشوار كان صعب جدا، لكن انا فاكر ان في الفتره ديت المجموعة اللي كانت معانا من الناس الكبيرة في الفرقة يعني ساعدونا بشكل كبير جدا، وكنا في الفترة ديت ملمومين بشكل كويس قوي. كابتن هادي، كابتن وليد صلاح الدين، انت طبعا من الناس اللي كانت موجودة، كابتن فاروق، كابتن سعد وحفيظ طبعا، ناس كتيرة، كابتن علي ماهر. انا بقولها يعني عشان ما انساش حد. كانت المجموعه كلها بصراحه كانت ناس مميزه جدا، وكانوا بيساعدونا احنا كلاعيبه صغيره لسه طالعين. صغير يا ابو مجد، صغير ازاي يا رب؟ انت كنت نجم كبير وجاي من منتخب الشباب انت وابو مسلم، وكان رضا برضو، كنت ما شاء الله جايين مره واحده كده اضافوا حيويه ويعني داخل الفريق. يعني انا زي بقول لحضرتك يا كابتن يعني كان في انتوا ساعدتوا مجموعه. لا كان في مجموعه، عارف انت اللي هو ايه، تواصل اجيال او في كذا جيل موجود في الفريق، ودي حاجه مميزه دايما الفرق الكبيره بتبقى كده. بالظبط يا كابتن، يعني زي ما بقول لك يعني احنا دخلنا الفتره ديت انتوا ساعدتونا بشكل كبير جدا، اديتونا من خبراتكم، وده المتبع داخل نادي الاهلي. فاللي بيخش مع التيم بيقدر يتاقلم بسرعه، ما عندوش مشكله. صحيح. خليني بس اروح سريعا على الهاتف استاذ علي عثماني، اعلامي تونسي، يمكن كلام عن المباراه يعني كلام من كابتن فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي، ان هو طبعا مقدر جدا قوه فريق النادي الاهلي، وهو جاي هنا عشان طبعا التعامل الجيد مع المباراه وتحقيق نتيجه ايجابيه. كابتن علي، يعني راي حضرتك في كلام كابتن فوزي، ويمكن
السبوت الاعلامي او الكلام الاعلامي التونسي على هذه المباراه وتاثيره بشكل كبير على الفريق. كابتن علي مساء الخير. مساء الخير كابتن محمد وتحيه ليك وتحيه للكابتن ابو البي. تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدين قناه الاهلي. تحياتي ليك. يمكن كنت بتكلم على تصريحات كابتن فوزي ان هو يعني عارف طبعا وبيحترم جدا قدرات وقدرات فريق النادي الاهلي وان هو جاي يعني مع فريقه لتحقيق نتيجه ايجابيه. يمكن ايضا بيتكلم على الجزء الدفاعي ان هو كان كلامه على الجزء الدفاعي انه بشكل كبير الاثنين لعيبه زي فوسيني كولوبالي وفونكوم اثنين من لعيبه خط الوسط المدافعين هيشتركوا في هذه المباراه لتقويه الجزء الدفاعي بالنسبه لفريق الترجي. بالضبط المدرب فوزي بالذات المدرب الترجي الريفي سوسي كان صرح امس لوسائل الاعلام هنا قبل السفر اليوم الى القاهره انه الترجي الرياضي سيلعب يعني من اجل العوده بنتيجه ايجابيه، يعرف قيمه الاهلي، يعرف قوه الفريق الاهلي، ولهذا قال انه يعني الترجي لن يلعب يعني بخطه دفاعيه، بالعكس قال باش يحاول يلعب يعني باسلوب هجومي وحتى يحقق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب في القاهره اللي ستكون نتيجتها بنسبه كبيره يعني في مؤشر كبير سواء للاهلي او الترجي يعني تتاهل للدور لنصف النهائي. يعني راي حضرتك في اللي هيوصل من الفرقتين هيبقى هو الحظ الاكبر بالنسبه لاي فرقه توصل من هذه المباراه بالفوز بهذه البطوله، كلام مظبوط ولا بوجهه نظر حضرتك مختلفه؟ والله بالضبط يعني الاهلي قوه يعني معروف الاهلي المصري يعني دائما هو من ابرز الفرق المنافسه على دوري ابطال افريقيا، الترجي الرياضي نفس الشيء عاد قوه في السنه الاخيره ويراهن بنسبه كبيره بدرجه كبيره على اللقب الدوري الابطال، وحتى المسؤولين يعني هو الهدف الاول بالنسبه للمسؤوليه وجماهير الترجي واللاعبين هو دوري ابطال افريقيا، تعرف البطوله التونسيه وكاتكون صارت يعني تتويجات عاديه بالنسبه لفريق الترجي الرياضي اللي يسعى دائما للفوز في دوري ابطال افريقيا. بالنسبه لمباراه الذهاب بالطبع ستكون صعبه على الفريقين، يعني سواء الفريق اللي يستقبل او الفريق الضيف، هي مباراه صعبه، اعتقد انه يعني اللي بيفوز في المباراه هذه خاصه يمكن تكون بنتيجه مثلا 2-0 او كذا بتكون يعني عنده افضليه كبيره في مباراه الاياب في تونس. استاذ علي يعني ترجي تشكيله كما قلت يعني ترجي يعزز نعم استاذ علي يمكن انا سؤالي بالنسبه لحضرتك الفرق بالترجي هذا العام او هذا الموسم عن المواسم الاخرى خصوصا في بطوله افريقيا، ايه التغيير اللي حصل بالنسبه لفريق الترجي؟ يمكن احنا شفناه في وقت من الاوقات الى حد ما فريق الترجي تراجع بشكل كبير، ولكن في الوقت الحالي احنا شايفين فريق قوي، فريق عنده مجموعه من اللاعبين مميزين. بالضبط الترجي الرياضي عاد بقوه، تعرف انه رئيس النادي الترجي حمدي المتب والمسؤولين الكل قاموا بتعزيزات كبيره للفريق، فما لاعبين غادروا فما لاعبين تم انتدابهم في الفتره الاخيره، يعني الترجي صار اقوى خاصه في الفتره اللي اشرف فيها فوزي بن زرتي مع بدايه السنه الحاليه، لما عاد فوزي بن زرتي في التدريب الترجي صار عنده مستوى افضل، يقنع في عديد المباريات من ناحيه اللعب الفردي والجماعي، ايضا تحسن الترجي كثير وخاصه في الفتره الاخيره قام بانتداب فرانكوم اللي هو تعزيز هام لاعب معروف ولاعب الايفواري في وسط الميدان مع فوسيني كوليبالي، عنده ايضا في الهجوم طه ياسين الخميسي اللي هو من افضل اللاعبين المهاجمين في تونس وهو فخر الدين بن يوسف ايضا في المنتخب الوطني، نفس الشيء فخر الدين بن يوسف، سعد بكير لاعب مهم جدا في وسط الميدان ولو انه عائد من اصابه في الفتره الاخيره ممكن يكون اساسي ممكن يكون لا، ولكن بصراحه بان يعني بالكاشف انه لما يلعب سعد بكير الترجي بيكون بوجه، لما يغيب سعد بكير الترجي بيفقد نجاعه هجوميه كبيره في وسط الميدان، لانه اللاعب هذا يتميز التمريرات الدقيقه، يتميز في تسديد الكرات الثابته من خارج منتصف المتر، عنده رؤيه كبيره للملعب، اعتقد انه سعد بكير سيكون عنصر مهم جدا سواء لعب كاساسي او يمكن يدخله المدرب في اثناء المباراه حسب مجريات المباراه. صحيح، يعتبر نهائي مبكر يعني احنا بنشوفه في هذا الدور، يعني توقعاتك للمباراه استاذ علي؟ المباراه الاولى.
والله اعتقد استاذ محمد، اعتقد انه المباراه ستكون بنسبه كبيره، يعني انا اعتقد يمكن بتكون متعادله 1-1 او احد الفريقين بيفوز 2-1، يعني ما اعتقدش انه بيصير. هي مباراه صعبه طبعا كبير في في النتيجه نظرا لقيمه الفريقين، يعني صحيح. الاهلي صح يمكن فرط في الفتره الاخيره في 2 أو 3 ركائز اساسيه من لاعبيه، ولكن الاهلي دائما يبقى فريق قوي وعنده اكيد لاعبين ممتازين حتى على البنك الاحتياط. نفس الشيء بالنسبه للترجي الرياضي، مصر انه يعود بنتيجه ايجابيه لتونس حتى يحسم مباراه الاياب في تونس. انا اذكر حضرتك يمكن فريق الترجي في 2001 جه تعادل هنا مع النادي الاهلي وتعادل سلبي، والنادي الاهلي تعادل بقى تعادل ايجابي لو تتذكر هذه البطوله بهدف لسالح حفيظ في يعني في الربع الاخير من الشوط الثاني، وفاز النادي الاهلي ووصل لنهائي البطوله امام صن داونز وكسبها لو تفتكر او تتذكر حضرتك. يعني بالضبط 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 كما قلت لك استاذ محمد، يعني النتيجه صعب انه تتكهن بالنتيجه في مثل هذه المباريات، خاصه المنافسه قويه بتعرف ما بين الفريقين. يمكن لو كانت بين فريق عربي من شمال افريقيا وفريق افريقي يمكن بتكون مباراه العوده حاسمه جدا، ولكن اعتقد انه ما بين الاهلي والترجي المنافسه بحكم الفريقين قويين، يعني اعتقد انه صعب جدا التكهن باسم الفريق الفائز او المتاهل بعدين في لانه نتيجه 0-0 ما تعني ولا شيء مثلا مباراه الاياب. صحيح. ما قلت يعني 1-1 مثلا بتاهل الفريق الزائر، يعني على هذا يعني بتكون مباراه الذهاب صعبه جدا اعتقد على الفريق. صحيح. استاذ علي انا بشكر حضرتك، استاذ علي عثمان اعلامي تونسي، بشكرك طبعا لمداخلتك معانا. كابتن مجدي يمكن كنا بنتكلم صعوبه المباراه في تونس كمان كانت ان انت رايح وانت متعادل هنا 0-0، ازاي كابتن او مستر مانو جوزيه تعامل مع المباراه؟ لو احنا كنا نتذكر هو تعامله مع المباراه كان بشكل مختلف. اولا الجزء النفسي ده جزء مهم جدا طبعا. هو كان بيتعامل معانا بالشكل المميز فيه. تفتكر او تتذكر كلام مستر مانو بعد مباراه التعادل هنا السلبي 0-0 وقبل مباراه طبعا التعادل الايجابي هناك بقى وفوزنا وانتقلنا لمرحله ثانيه الدور النهائي امام صن داونز؟ البدايه بس انا عايز اتكلم على المباراه الاولانيه. يمكن احنا المباراه ديت ما كانش عندنا توفيق خالص في المباراه، يمكن ضيعنا فرص كتيره جدا. يمكن انا فاكر فرصه اللي هي الاخيره بتاعت ابراهيم سعيد، التصويبه جت في العارضه، جت لصندي في العارضه، جت لابراهيم سعيد تاني، يعني في الكره ديت كانت يعني كنا عندنا سوء توفيق بشكل كبير جدا. المباراه ضيعنا فيها فرص كتير جدا كانت ممكن تسهل علينا البطوله وتسهل علينا المباراه اللي في تونس، لكن طبعا لعدم التوفيق ما كانش فيه ايجابيه في المباراه الاولانيه. المباراه الثانيه مستر مانو جوزيه يمكن يتعامل معانا بشكل جيد جدا كجانب نفسي، وبالنسبه له قال لك احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ما اتغلبناش، احنا عندنا فرصه كبيره ان احنا نحقق المكسب هناك. المباراه امامك بتتعرض واحنا امامك، انت بتتكلم فرص طبعا كانت لا فرص كبيره جدا يا كابتن، وده اللي احنا مش عايزينه بقى في المباراه بتاعت ان شاء الله يوم السبت يا مجد، والكلام على الفرص الضايعه امام فريق كبير زي الترجي دي هتبقى شيء صعب طبعا يعني. بيبقى يعني تمنها كبير جدا. مهم جدا لعيبتنا لازم تبقى هاديه جدا، مش محتاجين ان احنا نستعجل المكسب، مش محتاجين ان احنا نلعب بصربعه. لازم برضو يبقى شكلنا في الملعب عايزين نلعب بالتوازن اللي هو الدفاع والهجومي، مش عايزين ندافع في الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا عشان يبقى انا عندي طبعاً عنده طبعا امكانيات. بالظبط. عندي فرص. فخر الدين بن يوسف ده من اللعيبه المميزه، الخنيسي يعني بالزبط. مجموعه من اللعيبه هايله يعني. مهم جدا انا لازم العب بطريقه التوازن الدفاعي والتوازن الهجومي، مش محتاج ان انا ندافع عشان تبقى عندي فرص ان انا اقدر اعوض في اي وقت، ما يبقاش بلعب بشكل مضغوط وان انا الموضوع بيتصعب عليا بشكل كبير. فيمكن برضو هناك بقى يمكن برضو كانت المباراه اللي هناك مجموعه اللعيبه اللي كانت معانا يمكن سهلت علينا الماموريه. كابتن هادي خشبه، كابتن محمد فاروق، كابتن سعد حفيظ، كابتن وليد صلاح الدين،
يمكن كان اصعب وقت طبعا علينا في وائل جمعه كان موجود برضه. وائل جمعه طبعا طبعا حبيبك طبعا ده. طبعا حبيبي كابتن وائل فيمكن المباراه هناك كانت صعبه جدا، خاصه الجون اللي جه فينا في الشوط الاولاني. يمكن كان تعليمات مستر مانويل ما تقلقوش وهنرجع للمباراه تاني وعندنا فرصه ان احنا نعوض بشكل كبير، ويمكن ده اللي حصل. يمكن في التغيير في التغييرات اللي عملها مستر مانويل جوزيه، يمكن حتى كابتن سعد حفيظ نزل مكاني والرياض هو اللي لعب ناحيه الرايت. فالحمد لله كان في عامل توفيق كبير جدا الحمد لله في حتى في المباراه هناك. يمكن في الجول اللي جابه كابتن سعد حفيظ تعامل بشكل يعني هايل، يمكن هو من الحاجات المميز فيها الرؤيه للفرقه اللي قدامه بيقدر يتصرف ازاي. يمكن التشكيلين حتى ده وائل كان متالق قوي في المباراه دي اللي كان في القاهره. متالق جدا. لا لا ده بقول لك في الكوره انا اتجننت بصراحه، يعني انا قلت صعب جدا ان احنا ممكن نكسب. الكوره بتاعت ابراهيم سعيد اللي شاطها من نص الملعب دي، خلي بالك في مباريات كده تحس ان انت بعدد الفرص اللي بتضيع انها قافله قافله بالظبط، انت فاهم يعني. ف ومع فريق كبير كمان ان زي الترجي والفرص اللي بتيجي دايما بتبقى قليله بالظبط، تيجي تلاقي ان في فرص بتيجي بس بتضيع، بتبقى المواضيع يعني جوه الملعب بقى بتحس بيها. بص دي يعني على لو خد خطوه بس لا الصراحه يعني مش عارف كان عايز مننا ايه، بس كان لعيب جميل ولعيب هداف يعني هداف طبعا كابتن. لكن انت ما بتحس بالفرص دي لما بتضيع كابتن ابو المجد يعني الحماسه، وهل بيحصل بيوصل لك الياس؟ لان في برضه لعيبه الخبرات طبعا بتفرق في الحته دي طبعا. اما بيشوف يعني فرص بتضيع فرص بتضيع بتلاقي الامور بتوصل ليه الياس، وده دور بقى كابتن الفريق في الوقت ده داخل الملعب ابو المجد. ما عشان كده قلت لك يعني يمكن كان دور الناس الكبيره معانا في الفرقه كان دور كبير جدا وساعدنا على ان احنا ناخد بطوله الكره دي بالظبط. بص يا كابتن صندي برضه في عرضه تاني، عايز ايه يعني كورتين كده ورا بعض سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ. فكانت كرة صعبه جدا. يمكن زي ما بقول لك المجموعه اللي معانا سهلت علينا الماموريه. مش مصدقين. بص خلي بالك ابو مجد اللعيب قاعد مش مصدق ان الكره دي ضاعت. فريق الترجي الجون بصراحه كان هايل، يعني حتى رد فعله في الكره ديت وبعد كده قام تاني شالها اللي جايه دي كمان. فيمكن تعمل معاها بشكل جيد يعني. الكرة كانت يعني دي تخلص الماتش ده الجمهور. بص الجمهور الكبير اللي في اليوم ده كمان كان موجود، دي بتبقى حاجة محفزة جدا. بص حتى بص يعني موجودين اخواتنا صاحبين استاذ رجائي فتحي طبعا موجود اهو حبيبي وجميل، لكن يعني ما دي من الحاجات اللي انا عايز اكلمك فيها. ايه؟ من تواجد الجمهور طبعا شيء مهم جدا طبعا. يمكن هيساعد الفرقة على المكسب، بيدي حماسه بشكل كبير جدا. يكفي ان هو يعني هيهد الفرق اللي قدامه، بيقلق الفرق اللي قدام النادي الاهلي، عامل مساعد بشكل كبير جدا. فيمكن انا شايف الرقم بالظبط الرقم المتفرج الرقم المسموح يا كابتن قليل جدا في مباراه زي ديت، مباراه مهمه. وانا شايف يعني دي مباراه مش في الدوري، طبيعي ان هي يعني تبقى مفتوحه زي مباراه منتخب مصر كده، يبقى العدد كبير، الجماهير تبقى مسانده بشكل كبير. دي متهيألي هيساعد بشكل كبير جدا في اللعيبه طبعا في فرصتنا في الفوز في المباراه دي. يعني دي حاجه مميزه. قول لي بقى، عايز اسالك سؤال. كنت تتوقع ان كابتن سعد حفيظ يعني او انت شايف ان كابتن سعد حفيظ في الجون اللي جابه هناك في تونس قصده؟ لا قول بقى الحقيقه. اصل هو ده عارف كابتن سعد كان بيقعد معايا في الاوضه. لا انت المفروض انت بقى اللي ترد. لا ما انا جيت قلت له اكتب بالله كده امسك المصحف وقول لي كابتن سيد انت جبتها انت كنت قاصد؟ راح باصص لي كده قال لي طبعا قاصد. قلت له تصدق الكوره كانت صعبه جدا. الكوره كانت صعبه جدا والتوقيت كان صعب جدا، بس خلي بالك اللي يخلي الواحد يتاكد ان هي ان هو قاصد عنده السنس ده بالظبط، ان هو خد القرار. يعني هي الكوره كانت ملعوبه، المدافع هو اللي طلعها، هو واخد القرار يلعبها مره واحده ما كانش بيطفش. لا
لما أسواق لوحده ما كانش في حد ضغط عليه. لا لا لا، هو سيد طول عمره بسم الله ما شاء الله عليه في الحته دي، عنده حته اللي هو بيميل برجليه وبيلعب الكره من اللي هي على الطاير دي، بيعملها بشكل كويس سبحان الله. حتى في بتاع ربنا كمان في الوقت ده انت حتى رديتها له في ماتش سان داونز هناك. ده هناك في النهايه انا عملت له انت اللي عملت الاوفر. انا عملت الاوفر والمفروض هو اللي كان بالظبط. يعني الناس كانت فاكره محمد فاروق هو اللي جاب الجول ده مش سيد حفيظ، لكن انا اللي رفعت الكره دي. حتى كده قلت له كده برضو يا كابتن السيد كده ما ترفعليش انت الكره. لكن الفرحه نفسها بهدف الترجي. بص الجول ده هو ده مش قصدي دي مش خف الدم طبعا كابتن السيد عبد الحفيظ. جميل فرحه الهدف يا ابو المجد واحنا قاعدين كلنا وسيد بيجيب الجول في الترجي بالشكل ده، كانت يعني عايزه لا توصف. ان انت بتتعادل كمان في اخر ربع ساعه مع فريق الترجي وهدف 1-1 ده يؤهلك انها افريقيا، ان انت بتقرب من الحلم. وصول النادي الاهلي دائما للنهائيات بيبقى صعب جدا التفريط، فهدف سيد كان فعلا ليه عامل وفرحه كانت كبيره جدا. ابو المجد تمام حصل تغييري، انا ما رجعتش قعدت على الدكه تاني. فضلت واقف، انت عارف غرف الملابس كانت الناحيه الثانيه. صحيح. فضلت واقف على ورا الاعلانات كده، مش قادر كده. مش قادر اروح اقعد على الدكه لا انا واقف قلقان وواقف يعني مش عايز الوقت يعدي قبل ما نتعادل. يمكن اول ما الجول جه انا وقفت اتنطط، ما انا بقول لك ما كانش في حد معايا، فضلت اتنطط لوحدي كده فرحان طبعا ان التوقيت حتى اللي جه فيه جول. يعني انا فكرت في وقتها الحمد لله احنا خدنا البطوله. لا بس خلي بالك برضه الربع ساعه الاخيره دي كانت نار. ما كانت صعبه جدا كانت صعبة جدا بس انت عارف يعني انا حسيت بشكل الجون ان ربنا بيقول لك رايز. لا ربنا على عكس القاهره يعني كان ربنا بالزبط. انت عمال توصل عمال توصل وبتضيع توفيق في الوقت ده ما كانش موجود بشكل كبير بالزبط. عمال توصل وتضيع الكوره في العارضه بالعكس طبعا الكوره بتاعت كابتن سيد. طيب خليني اقول لك بقى مباراه ان شاء الله القادمه، مباراه يوم السبت، مباراه صعبه. كابتن حسام بدري تفكيره في مباراه زي كده وتشكيله، يعني توقعاتك ايه بالنسبه لتفكير كابتن حسام والتشكيل اللي ممكن يبتدي بيه المباراه؟ يعني هو في البدايه طبعا كابتن حسام بيفكر بشكل ايجابي، يعني بيفكر ان انا عايز اكسب، عايز اعمل نتيجه ايجابيه هنا عشان تقدر تريحني الفتره اللي في المباراه اللي هناك. فيمكن دي صعوبتها، الصعوبه ان النادي الاهلي عايز يلعب على المكسب ومحتاج ان هو يحقق المكسب بمنتهى السرعه. عشان كده يمكن انا قلت لك احنا محتاجين ان احنا عشان نكسب مباراه زي ديت، اولا انت مش مطالب ان انت تعمل نتيجه كبيره في المباراه الكبيره ديت، مش محتاج ان انت تجيب جول والتاني والتالت، خاصة انت بتلعب خصم قوي وفرقة كبيرة وفرقة عندها من الخبرات ان هي تتعبك. فيمكن انا شايف ان النادي الاهلي محتاج ان هو يلعب بشكل هجومي، لكن في نفس الوقت لازم اركز طبعا في النواحي الدفاعية بشكل كويس قوي. مش محتاج ان انا اتسربع. السربعة دي بقى ده بقى الكلام اللي احنا لازم نقوله للجمهور، ما تسربعش فريق بالظبط. وانت كمان كلعيب ما تستعجلش، يعني ان انت تنقل الكوره وتبقى هادي. زي ما بقول لك احنا تعادلنا هنا 0-0 ابو المجد انا اتذكر، ووصلنا من هناك بالزبط. لكن اهم حاجه ما يجيش فيك هدف، وده بالزبط. الاهم هو ده الاهم. طيب ويمكن من الحاجات الحمد لله الايجابيه اللي احنا بنقدر نتعامل معاها بشكل جيد ان احنا بنعمل نتائج بره ايجابيه بشكل كبير، ما بنقلقش. يعني زي ما بقول لك انا ما عنديش مشكله ان النتيجه ممكن تبقى تعادل او سلبيه، لا انا عندي فرص ان انا اقدر اعوض هناك بشكل كبير، وبقدر النادي الاهلي يقدر يتعامل في الموضوع دوت بشكل جيد جدا. واللعيبه بيبقى عندها قدرات ان هي متعوده على الضغوطات العاليه اللي بتحصل، فديت برضو بقول للجمهور يعني برضو مش مشكلة ان انا ابقى مضغوط، ومش مشكلة ان انا ابقى اعمل نتيجة ايجابية في مصر لازم. ده جون كان سيد طبعا، جون التعادل هناك في الترجي فرارس عسل.
كان سيد جميل. لا بصوا احنا كلنا كل واحد بيجري في حته فرحان بشكل كبير جدا. تفتكر مين صاحب الهدف اللي ممكن يسعد جماهير النادي الاهلي اللي هتبقى موجوده في القاهره ان شاء الله في اذا كان ان شاء الله في اهداف بامر الله؟ والله كابتن بص انا بالنسبه لي اي حد ان شاء الله الشريف اكرامه يجيب جول جول المكسب هو اللي هيفرحني، فانا ما عنديش مشكله مين اللي يجيب الجول، المهم ان احنا نحقق المكسب وباذن الله. انا زي ما بقول يا كابتن المباراه ديت انا رايي ان هي فاصل باذن الله، باذن الله لو كسبنا متهيألي البطوله مش هتبقى صعبه، يعني تحقيق البطوله مش هيبقى صعب. ف يعني ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى النادي الاهلي في الفتره ديت عنده توفيق باذن الله. بص عشان بس الناس تعرف يعني ايه النادي الاهلي، بص فرحتنا ابو المجد طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ واحرزوا الهدف كانت عامله ازاي؟ كله مش عارف يعني انت ما انا بقول لك يعني بص ما حدش بص انا كنت واقف هناك كده كابتن تحت التنده اللي فين، انا مش شايفك انت فين؟ فلا يعني هي الفرحه كابتن يعني احنا بقول لك وانا اول ما الجول ده جه قلت الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا بيقول لك البطوله بقت معاك يعني حسيت ان ربنا بيكافئك. صحيح ان انت في المباراه الاولانيه ما ضيعت وما كانش عندك توفيق ويمكن كنا نستحق ان احنا نكسب اكتر من هدف في القاهره، فيمكن ربنا سبحانه وتعالى اداها لك في توقيت برضه طبعا بيكافئك فيه وبيحسسك بحلاوه المكسب. هو شيتوس ايه ماله في موجود على طول باستمرار، فرحه كبيره طبعا طبعا للفريق في اليوم ده، واحنا روحنا بقى استمتاع باليوم طبعا طبعا. فرحه او فرحه الفوز دايما بتخلي اللعيبه تبقى يعني تبقى انت عارف طبعا لو في حاجه مش كويسه بيبقى بوز بقى شبرين طبعا وقاعدين مستنيين بقى بنقول يا ترى الجمهور زعلان يا ترى الجمهور متضايق، انت دايما حاطين جمهورنا دايما امامنا دايما باستمرار ابو المجد. يمكن طيب. واحنا راجعين حتى واحنا في الطياره انا كنت حاسس ان انا راكب اتوبيس مش طياره، الناس الفرحه عماله تتحرك بالظبط، احنا بنبقى سعداء دايما، بيبقى الرجوعه بتبقى حلوه طبعا ما بتبقاش طبعا. فيها اي مشاكل طبعا. طيب عايز اكلمك على التشكيل، يعني من وجهه نظرك ممكن كابتن حسام البدري يشتغل ازاي في اليوم ده؟ طبعا لو حابب اقول لك القايمه يعني احمد عادل عبد المنعم وشريف اكرامي ومحمد الشناوي كابتن ومحمد نجيب رامي ربيع سعد سمير محمد هاني احمد فتحي حسين السيد صبر رحيل علي معلول حسام عاشور وهشام محمد عمرو السوليه كريم نيدفيد واحمد الشيخ وليد سليمان احمد حمودي مؤمن زكريا عبد الله السعيد وصالح جمعه ميدو جابر طبعا اصابه خرج جونر اجايه وليد ازار وعماد متعب ورجوع طبعا عماد متعب وصالح جمعه في طبعا مجموعه خرجت طبعا للاحتراف زي عمرو جمال حسام غالي وكوليبالي اللي طبعا ما بقاش موجود في القائمه ايضا احمد حجازي واصابه مروان محسن. دي القائمه اللي موجوده الكابتن حسام البدري اختارها هم 24 لاعب يا كابتن ابو المجد. بص كابتن انا شايف ان هي التشكيل مش 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 هيبعد كتير قوي عن مباراه الجيش طلع الجيش. يمكن انا 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 شايف ان يبقى شريف اكرامي موجود طبعا سعد سمير رامي ربيع احمد فتحي علي معلول يمكن هيكون ممكن يبقى موجود مكان حسين السيد طبعا حسام عاشور وعمرو السوليه زي ما هم ان مهم جدا يبقى انت ليك تواجد في نص الملعب بالشكل دوت عشان نقدر يديك القوه يمكن بالنسبه لعمرو وحسام حسام عاشور وعمرو السوليه انا رايي الجزء اللي قدام ممكن هيبقى فيه اختلاف بس هيبقى عبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور اجايه ووليد ازارو وليد ازارو. طب الاختلاف بالنسبه لك او وجهه نظرك، انا كان دي وجهه نظر عامه برضه، وليد سليمان واجايه وجودهم في المكانين دول هو ده الاختلاف اللي ممكن يبقى موجود في المباراه. طبعا علي معلول الى حد ما هو اللاعب الاساسي لاعب منتخب اكيد يعني ده اللي ممكن يفكر فيه كابتن حسام بدري. خليني بس قبل ما تجاوب لي على السؤال ده ليه الاختلاف ده في هذه المباراه وجود اثنين لعيبه دول، اروح طبعا لنجم من نجوم النادي الاهلي واللي حقق مع النادي الاهلي بطولات عديده وايضا وجوده في بطوله وكاس العالم للانديه كابتن محمد صديق. مساء الخير عليك. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير عليك. منور معانا كابتن ابو المجد طبعا بيسلم عليك. كابتن ابو المجد ازيك يا نجم؟ كابتن صديق حبيبي وحشني. ما كان معايا ابو المجد على فكره، انا بقالي فتره جامده ما شفتكش. امبارح بس امبارح بس انتوا بقى عشان شغالين مع بعض. صحيح توفيق ليك يا كابتن محمد، توفيق لكابتن ابو المجد معاكم، يعني انتوا الاثنين بتادوا دور
في منطقه ثانيه بس يعني حاجه مميزه. خلينا اكلمك على البطولات الافريقيه كابتن صديق، اكيد انت حرصت كام بطوله مع النادي الاهلي، بطولتين ولا بطوله واحده؟ انا احرصت بطوله افريقيا طبعا، بطوله الدوري والسوبر افريقي، وغير بقى البطولات المحليه والكاس العالم في اليابان. والحمد لله يعني كانت فتره جميله، وكان جيل من فعلا من ذهب يعني، وتشرفت ان انا اكون مع الجيل دوت يعني. كابتن محمد انت ذكرني كده، نهائي افريقيا اللي انت شاركت فيه كان مين الطرف الثاني بالنسبه لفريق النادي الاهلي في السنه دي؟ فاروق يعني انا اعتبر الماتش دوت هو افضل نهائي افريقي حصل في تاريخ الكره المصريه، ويعني انا من وجهه نظري انا يعني كان عندنا ماتش صفاقس بتاع ابو تريكه. يعني ده حاجه كبيره جدا طبعا في وجدان الجماهير الكره الاهلاويه طبعا وجماهير الكره المصريه. انت شفت السيناريو بتاع الماتش كان عامل ازاي، سواء كرات الذهاب او كرات العوده، خلاص يعني الكره كانت بتخلص، والمفروض ان هم كانوا يعني 0-0 ياخدوا البطوله، ولكن طبعا انت عارف في اخر دقيقه الحمد لله ابو تريكه احرز هدف عالمي طبعا فرح كل جماهير الاهلي يعني. طب قول لي الاجواء بقى، يعني احنا طبعا المباراه هتبقى الاولى هنا في القاهره، ولكن عندنا مباراه في رادس، الاجواء في استاد رادس بشكل كبير يا كابتن صديق، الاختلاف، الاستعداد، عشان كده احنا بنقول لازم نريح نفسنا هنا بشكل كبير، ما نسيبهاش لهناك. عايز اقول لك حاجه، يمكن ابو المجد يتفق معايا في نهايه الامر، يعني مباراه الشمال الافريقي مثلا مع المغرب او تونس او الجزائر بتبقى مباراه حساسه ومباراه فيها قوه وفيها نديه وفيها عصبيه بين الجماهير وكده، هو بين جماهير الكره المصريه وجماهير الكره العربيه بشكل خاص الشمال الافريقي يعني. ولكن في نهايه الامر يعني ده ماتش طبعا ذهاب وعوده، النادي الاهلي عنده لعيبه كبيره جدا، عنده خبرات كبيره زي وليد وزي عبد الله وزي كرامي وزي سعد، يعني عنده عناصر كويسه تقدر ان هي ونبيل مع علي معلول. عنده لعيبه عندها خبرات كبيره سواء في منتخباتها، حتى النيجيري اجاي برضه نفس الخبره اللي عنده برضه في افريقيا. فاعتقد ان شاء الله باذن الله ان الجيل ده قادر ان هو ياخد بطوله افريقيا ويرجع ثاني بطوله افريقيا للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله. طيب خليني اكلمك على دفاع النادي الاهلي في الفتره دي، واكيد كابتن محمد صديق كان موجود بشكل كبير في الدوري الممتاز وايضا الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، ايه الاختلاف اللي ممكن كمدافع بتجهز نفسك ليه في هذه البطوله وما بيبقاش موجود في بطوله افريقيا، او في بطوله افريقيا ما بيبقاش موجود في الدوري الممتاز؟ هو طبعا انت عارف فاروق يعني الماتشات الافريقيه دي بيبقى فيها تواجد جماهيري، بيبقى فيها تواجد جماهيري كبير طبعا، خاصه زي ما قلت قبل كده بلاد الشمال الافريقي. مباراه الدوري ما بيبقاش فيها ضغط كبير زي ما بيبقاش فيها جماهير شبه خاويه طبعا المدرجات، فاللعيب بيلعب يعني باريحيه اكتر من هو يبقى فيه جماهير. عايز اقول ان النادي الاهلي عنده مدافعين على مستوى عالي جدا، عنده سعد سمير اللي بعتبره من افضل مدافع مصري دلوقتي موجود في الدوري المحلي، عنده رامي ربيعه، عنده خبرات، فيعني اللعيب اللي هو عنده خبرات زي لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الدوليه لمنتخب مصر، اعتقد ان هو موضوع الجماهير دي ما تفرقش معاهم خالص. فاروق انت اتفق معايا قبل كده، احنا كجيل لعبنا في وسط جماهير كنا بنتمنى ان الجماهير دايما تبقى موجوده في المدرجات. صحيح. ولكن اتصور ان الجيل دوت مظلوم لانه بقى له 5-6 سنين ما فيش جماهير، لكن طبعا جماهير النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا هم متعودين دايما المدافعين بتوعهم موجودين، فاعتقد ان سعد سمير ورامي ربيع عندهم ثبات انفعالي وعندهم الشخصيه القويه ان هم يمسكوا دفاع النادي الاهلي بشكل جيد. طيب انا عايز اكلمك برضو في جزء الدفاع، كنت نجم كبير يا كابتن في الجزئيه دي، دورهم الهجومي في مباراه زي كده هل بيبقى في حذر كابتن حسام ممكن يدي اريحيه مثلا لسعد لرامي في حته الانطلاقه الهجوميه او يساعدوا الجزء الهجومي بشكل كبير؟ بص يا كابتن فاروق يعني هي في طبعا احنا هنتكلم في شكل فني شويه، يعني يمكن دلوقتي بدايه الهجمه دي بدايه هجوميه طبعا، يعني انا اعتقد لما باخد الكره من الجون فبدايه الهجمه دي بدايه هجوميه، لكن انطلاقه من خلف الامام واطلع اشوط في الجون ويبقى ليا دور هجومي 100%، لا ما اعتقدش ان الماتشات دي خاصه الماتشات اللي بتبقى في تونس او في الجزائر او في المغرب بتحتاج لعيب زي سعد سمير او رامي ربيعه ان هم يزيدوا بحساب يعني، ولكن بتبدا الهجمه طبعا من عندهم بشكل جيد، واعتقد ان هم عندهم كوره كويسه ان هم
يبدأ الهجمة بيها. طيب خليني بقى أكلمك على توقعاتك للمباراة إن شاء الله يكون عامل إزاي. والله مباراة الأهلي والترجي يعني مباريات من وجهة نظر مجنونة. يعني لو جبنا المباريات القديمة واللي أنت كنت تلعب فيها وكابتن سعد محفيظ مثلا الهدف العالمي اللي جابه قبل كده في تونس، ترجي تونسي في الماتشات اللي قبل كده اللي بتبقى يعني أنا بعتبر ماتشات الترجي الماتشات اللي هي متوقعة كابتن فاروق. يعني أتمنى طبعا بفوز نادي الأهلي طبعا ممثل مصر في البطولة إن هو يوصل للنهائي أفريقيا ويفرح جماهير نادي الأهلي وياخد البطولة إن شاء الله. يعني إن شاء الله كابتن صديق أتوقع إن شاء الله بإذن الله الأهلي يصعد. نتمنى إن شاء الله. عنده عناصر كويسة في كل المراكز، ده عنده استدعى لعيبة جديدة على مستوى عالي في خلال الفترة الأخيرة، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هو يعمل نتيجة كويسة ويصعد يطلع النهائي إن شاء الله. إن شاء الله كابتن صديق بالتوفيق ليك في مجالك بأمر الله كمدرب وكمحلل، يعني واضح ان عمليه التحليل مميزه عندك كابتن محمد صديق نجم مصر ونجم النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا بالتوفيق طبعا ل يعني او مهم جدا ان احنا ندعي لهم من هنا لغايه ان شاء الله يوم المباراه، لان المباراه صعبه، مباراه زي ما بيقول الكابتن صديق مجنونه شويه، بيبقى الامور ما تعرفش هي رايحه لفين نتيجه قوه الفريقين طبعا في كلاعبين وكاستقرار وحاجات كتير جدا. فنتمنى ان شاء الله في اليوم ده يبقى يوم مميز لينا كاهلاويه. خلينا نروح لفاصل وارجع اتكلم مع كابتن ابو المجد على المباراه ايضا ونكمل كلامنا على التشكيل والشكل الهجومي اللي ممكن يلعب بيه النادي الاهلي. بشجع الاهلي شوف كم جيل كان ورا عشرين جزاء جمهوره كان معاه في الازمات من صغري بحكي على الاهلي حكايات والاخر عمري معاه حتى الممات شجع الاهلي شوف كم جيل كان ورا عشرين جزاء جمهوره كان معاه في الازمات من صغري بحكي على الاهلي حكايات والاخر عمري معاه حتى الممات برحب بحضراتكم مره تانية يا كابتن ابو المجد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على تشكيل النادي الاهلي، يمكن انت قلت لو حضرتك مثلا لو تقوله لي تاني كان في اختلافين بس في عن تشكيل طلع الجيش، هو وجود او اختيار حضرتك جونر اجايه ووليد سليمان كموجودين في خط الهجوم مع طبعا عبد الله سعيد ووليد ازار. تمام. يمكن زي ما قلت لحضرتك كابتن التشكيل مش هيبعد كتير جدا عن مباراه طلع الجيش. شريف اكرامي، سعد سمير، رامي ربيعه، هيبقى بس التغيير ناحيه الشمال علي معلول مكان حسين السيد، احمد فتحي ناحيه اليمين، حسام عاشور وعمر السوليه في اثنين ديفندر في نص الملعب، عبد الله السعيد في الجزء الامامي اللي هو الثلاثه تحت الفيرود هيبقى عبد الله السعيد واجايي ووليد سليمان وليد ازارو. ويمكن انا شايف بقى الاختلاف ده يا وليد ازارو اجايي ووليد سليمان وجودهم في التشكيله ليه انت يمكن كان في مفاضله ما بين وليد سليمان واحمد الشيخ او موجوده يعني انه هذه المفاضله انت اخترت وليد سليمان. خلينا ابتدي بوليد سليمان ووجوده في التشكيل. يعني وليد سليمان من اللعيبه اللي عندها الخبرات ويتحط تحت الضغوط دي كتير ويمكن مباريات كتيره جدا في نفس التوقيتات بنفس الضغوطات وليد كان بيعمل فرق بشكل كبير مع النادي الاهلي. فيمكن برضه احمد الشيخ ما تعرضش للظروف الضغط المباريات الافريقيه فيمكن عشان كده انا قلت وليد سليمان يبقى موجود ان تواجده هيبقى هيدينا افضليه في حته الحلول اللي على الجول. وليد عنده نزعه هجوميه بالظبط، عنده نزعه هجوميه بشكل كبير جدا، عنده حلول
مراوغه، تصويب، اوفرات، فده تسديد بالظبط. فده طبعا عنصر انا محتاجه في المباراه ديت. اجاييه انا رايي ان هو اللي احنا شفناه قبل كده لعب في الحته اللي تحت الفيرود، ادى فيها بشكل كويس قوي، ويمكن بيجي بشكل غير مراقب، فبيقدر يستلم براحته، يقدر يبقى عنده رؤيه للجول افضل. يمكن من مميزات وليد ازارو ان هو بيتحرك كتير جدا، بالظبط بيتحرك كتير جدا، بيحاول يتعب المدافعين، بيحاول بياخد الناس معاه عشان يفضل الناس اللي بتيجي من تحت. فيمكن اجاي عنده الميزه ديت ان هو يقدر يتحرك في المساحات الفاضيه حوالين 18. نفس الكلام وليد سليمان. فمهم جدا ان احنا نستغل الحاجات ديت. حاجه تانية، يعني الحاجات اللي هي كانت بتميز نادي الاهلي حته الاستحواذ، وان الكوره بتبقى معاك اكبر وقت ممكن وما بتبقاش مستعجل. تمام. فده اللي احنا محتاجينه في المباراه دي. يعني بشكل كبير جدا الترجي هيجي مركز تركيزه الاساسي ان هو يلعب جيم دفاعي بشكل كبير جدا، ان هو حريص ان هو مش عايز يجي فيه جول في القاهره، عايز تفتكر يطلع. ممكن نلعب جيم دفاعي بحت ولا عشان هو برضه خلي بالك يعني لازم نعترف ان فريق الترجي عنده قدرات هجوميه قويه جدا، واقول لك يعني عنده اثنين لعيبه زي فخر الدين بن يوسف وطه الخنيسي، يعني اثنين لعيبه عندهم ميزات. طبعا الفريق كله عنده، يعني لما نيجي نبص كان في البطوله العربيه كابتن ابو المجد، لا عندهم قدرات هجوميه قويه سواء في نص ملعب او في الخط الامامي، فحته ان هو يديك المساحه ان هو يدافع فقط وما يهاجمش، لا اعتقد ان الامور هتبقى صعبه جدا بالنسبه لفريق الترجي انه يعمل الشكل ده. مش بحث يعني متهيألي، لا يعني متهيألي هي بتبقى طبيعه فرق شمال افريقيا لما بتلعب مع النادي الاهلي خاصة في القاهرة، بيبقى رقم واحد عنده الجانب الدفاعي. حتة الهجوم وان هو يبقى عنده حلول او ان هو هيلعب جيم مفتوح ما بتبقاش واردة، عشان هي طبيعته عايز يطلع من القاهرة بأقل خسائر، عايز يطلع بـ حتى طبيعته في طريقة اللعب بيضيع وقت كتير جدا، بلعيبه بتقع كتير، اسلوب اللعب نفسه بيبقى ما بيبقاش مديك احساس ان هو لا ان هو عايز يهاجم وعايز لا. بس فانا رايي ان هو لا، ان هو مش هيجي يفتح الملعب، مش هيجي يلعب جيم هجومي. هي الحاله الوحيده اللي ممكن يبقى فيها خطوره هي الحاجات المرتده. لا الحاجات المرتدات برضه يا كابتن طبعًا. لو احنا ما خدناش بالنا زي ما قلت لك في البدايه، انا محتاج ان انا يبقى عندي توازن كبير جدا. يمكن كابتن حسام البدري يمكن المباراه اللي فاتت مع طلائع الجيش الفرقه في الوقت اللي كانت بتهاجم بشكل كبير وعندنا شراسه عشان نعوض ونكسب، هو من بره عينه على الاثنين اللي ورا في حته ان لا خلي بالك مش محتاج ان حد يزيد او كده، لا لازم يبقى في توازن دفاعي ويبقى لينا تواجد ورا بشكل قوي. فيمكن باستثناء كده انا شايف ان هو مش ههاجمك، يعني مش ههاجمك، لكن هي الفكره انت ازاي هتقدر تتعامل مع التكتل الدفاعي في نص الملعب. خلي بالك هم بقى يعملوا لنا حساب في الجزئيه دي بالظبط. احنا دايما زي ما بشوف كوره تونسيه، يعني التعادل مثلا مع الترجي هنا ورحنا تعادلنا 1-1 ايجابي هناك مع بهدف سيد حفيظ، ايضا مباراه ابو تريكه صفاقسي، تالت عمليه حساب ان هو يقول لك هم كل مره احنا نعمل معاهم نتيجه ايجابيه هنا يروحوا في تونس عندنا يروحوا ايه واخدين مننا الدور او يكسبونا في هذا الدور ويتصعدوا هم على حسابنا. فاكيد في حسابات كده معينه يقول لك لا طب ما انا وانا موجود في القاهره هاجمك اكسبك اتعبك بقى في المباراه الثانيه. انا اتمنى كده، يعني اتمنى ان هو يلعب جيم هجومي. يمكن هيدينا اريحيه كبيره جدا في ان احنا نقدر نستغل المساحات اللي هتفضى، نقدر نستغل الاخطاء الدفاعيه بتاعتهم. لكن انا بقول لك هي طبيعه الفرق، جزائر تونس المغرب لما بيجي لاعب نادي الاهلي طول عمره ما يقدرش يلعب جيم مفتوح.
ان هو عارف ان هو بالظبط هيقدر بالظبط. يمكن حتى لو بصيت في مباراه نادي الاهلي وترجي في 2001 احنا هو بيلعب جيم دفاعي وشوف كم الفرص اللي ضاعت قد ايه. فيعني لو هو حتى فكر ان هو يحب ان هو يلعب بطريقه هجوميه يعني شويه او كده يعني ده كان هتبقى مشكله. ساعتها الفريق كان قوي جدا كمان بالظبط بالظبط يا كابتن بالظبط. بس فهي الحته بس ان انا عايز برضه انبه ليها ان لازم ناخد بالنا كويس جدا من الكرات الثابته. صحيح ان هم عندهم اطوال هم لا هم خلي بالك الفرق التونسيه كلها مميزين جدا بالاطوال. لا مش بالاطوال بان هم بيلعبوها كويس قوي بالظبط. عندهم الحماسه ان هم يخشوا كلهم وترتيبهم حتى في الكور الثابته وسواء في كورنرات او حوالين ال 18 لو في اي فاولات بتبقى مميزين جدا جدا وبيعملوها بشكل قوي جدا الكروس بتاعهم بالظبط يا كابتن. فيمكن من الحاجات اللي هي بتميزهم بشكل كبير جدا ويمكن من الحاجات اللي هي بتخليهم يلعبوا عليها. يعني هو محتاج ان هو ياخد فاولات حوالين ال 18 على الجناب ياخد ضربات ثابته كتير قرانل الحاجات دي كلها هو يعني شايف ان هو بيتفوق فيها. فبرضه من ضمن الحلول اللي هو يقدر يستغلها. فالحاجات دي طبعا احنا بننبه ان احنا يعني نحاول نقلل على قد ما نقدر الجزئيه دي طبعا الضربات الثابته كمان تقليل غير الضربات الفاولات اللي حوالين ال 18 انك تقلل اللي يبقى فيه ميس باس كمان كابتن. ما انا قلت لك كابتن في البدايه ايه الاستحواذ. دي الحاجه اللي كانت بتميزنا او الحاجه اللي هي بتديك اريحيه في طريقه اللعب وبتديك توازن بحيث ان انت طول ما الكوره معاك لفتره كبيره جدا وما بتبقاش مستعجل سهل جدا ان انت في اي وقت تقدر تجيب جول سهل ان انت تقدر تهدد المرمى. فمهم جدا ان احنا يبقى طريقه لعبنا ما نستعجلش المكسب ما نستعجلش ان انا عايز اجيب جون بدري. هي الفكره كلها زي ما قلت لك كابتن محتاجين ان احنا نستحوذ ومحتاجين ان احنا يبقى فيه تحرك سريع جدا يبقى فيه باص كتير يبقى فيه تحرك يبقى فيه سرعه التنقل من الهجوم للدفاع من الدفاع للهجوم. دي هتدينا يعني دفعه كبيره جدا ان احنا نستغل الاخطاء اللي بتبقى بين المدافعين. فبتمنى ان شاء الله يعني التوفيق باذن الله. طيب خليني اكلمك على دايما الاطراف النادي الاهلي مميزه. كنت لاعب مميز جدا في الطرف اليمين كابتن ابو المجد. عندنا احمد فتحي طبعا نجم كبير ومن اللعيبه المميزه والفتره اللي فاتت في الدوري المصري ماشي بشكل كويس مع منتخبنا الوطني ايضا علي معلول. بتشوف دور الاطراف في مباراه زي كده بتبقى عامله ازاي؟ يعني انت خضت المباراه دي بشكل كبير قبل كده في بطوله افريقيا دورهم بيبقى مميز او شكل او التعليمات اللي ممكن تبقى موجوده من الجهاز الفني للاعبين الاطراف بالنسبه في اليوم ده. يعني انا شايف مهم جدا يا كابتن يبقى لينا تواجد هجومي خاصه من اللعب مع الاطراف. انا عندي علي معلول بيعمل الموضوع ده بشكل هايل. عنده حته النزعه الهجوميه عاليه بيقدر يتعامل في الجزء الاخير بشكل كويس في حته الكروس في حته الباك باص او بيبقى عنده رؤيه لما باجي في المكان التلت الاخير ببقى عيني على مين هلعب ازاي هفنش ازاي. فمن الحاجات اللي هي ممكن تريحنا بشكل كبير جدا التواجد الهجومي من على الاطراف. يمكن احمد فتحي عنده الجزء دوت ويمكن الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس قوي. الموضوع فارق معانا يمكن لما بيبقى لينا شكل هجومي او شكل على المرمى وخطوره لما بنلاقي احمد فتحي بيشتغل كتير لما بنلاقي علي معلول بيشتغل كتير حسين السيد ايا كان الحريه نفسها بالظبط يا كابتن. يعني مهم جدا انا كجهاز فني ان انا اديك الحريه بالنسبه للاطراف بالذات. بس طبعا قدراتكم بالمجد انت ما شاء الله كنت سريع جدا وكان عندك القدرات انك تروح وترجع وهي يمكن انت اكتر خط في الفريق يعني عندك القدرات لازم تبقى بدنيه عاليه بالزبط. عشان حته ان انت تروح مسافه طويله وترجع تاني. الحريه بقى ممكن كمدرب ممكن يقول لك لا اوصل نص ملعب بس ما في مباراه زي كده ما تكملش.
ما كملش يعني. بص كابتن يعني ممكن يسيبها مثلا، لا جاي يسيبها لوليد سليمان مثلا. ما اظنش يعني، يعني ما اظنش ان في مدرب يأيدك في في في, في النواحي الهجوميه كظهير ايمن او ايسر، خاصه زي ما بقول لك كابتن بيبقى اللعب مع الاجنب ده بيبقى حل مهم جدا طبعا. ان خاصه معظم الفرق بتقفل الجزء اللي في القلب، اللي في القلب. فيمكن حتى استغلال الفرص او الاخطاء بيبقى بين الباك الطرف والمساك، بيبقى الجزء دوت فرق كتيره جدا بتستغله بشكل كبير، فبيعمل مع الفرق. لكن هي ممكن يبقى في تكليفات يا كابتن مثلا لحسام عاشور او عمرو السوليه، ان احمد فتحي شغال او علي معلول شغال، مفيش مشكله ان انا اميل شويه، اقفل ناحيه اليمين شويه، ناحيه الشمال شويه، لغايه لما يرجع تاني ونتمركز بشكل جيد تاني. لكن مش هيبقى الحل بتاعي ان انا احمد فتحي نص الملعب بس وما ما 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 يكملش، بالعكس انا محتاج في المباراه زي ديت ان معظم الناس اللي عندها فرص ان هي تهاجم لازم تهاجم. لكن في نفس الوقت عندي سعد سمير، رامي ربيعه، حسام عاشور، عمرو السوليه، مهم جدا من الاربعه دولت تامين المجموعه اللي قدام بشكل جيد، المجموعه اللي بتتقدم بشكل كبير بحيث ان انا مش عايز يبقى عليا هجمات، مش عايز يبقى عندي اخطاء في الجزء الخلفي. فيمكن التكليفات هتبقى لحسام عاشور وعمرو السوليه في الحته ديت. يمكن انا في الانترو بتاعي قبل ما اختم معاك كابتن المجد كنت بتكلم على احنا ما بنخافش من حد طبعا. احنا كنادي اهلي مين بيلعبنا؟ احنا كسبنا ريال مدريد ماشي، كسبنا روما، اما بنلعب فرق قويه بيبقى عندنا وضع مختلف، شكل مختلف، وخصوصا في المباريات الصعبه. يعني تقول ايه بقى للفريق النهارده؟ احنا عايزين 11 راجل يعني بمنتهى الامانه، تقول ايه للفريق كابتن قبل مباراه مهمه زي كده؟ طبعا كابتن يعني في البدايه انا بتمنى لهم التوفيق باذن الله في المباراه. بقول لهم الموضوع مش غريب علينا، احنا اتحطينا في الضغوطات ديت بمواقف متكرره، فما فيش مشكله. وهي دي سمات البطل، ان هو بيتحط تحت ضغط المكسب على طول، البطوله، يحقق ان هو يحقق بطوله، ان هو يبقى متواجد في المواقف الصعبه. انا شايف ان هي هتبقى مباراه ان شاء الله باذن الله احنا نقدر نسهلها على نفسنا لو قدرنا ان احنا نجيب جول بدري. يمكن ده هيدينا اريحيه شويه في طريقه اللعب، في الاستحواذ، في ان احنا نعمل نتيجه اكبر من كده. الجول البدري هيديني فرصه ان انا اقدر اجيب جول واثنين وثلاثه. فطبعا بتمنى لهم التوفيق، وطبعا زي ما قلت يا كابتن انت في البدايه ان احنا عندنا 11 راجل في جوه الملعب و20 راجل بره الملعب، فاحنا كلنا في ظهر النادي الاهلي، احنا كلنا مع النادي الاهلي. بنتمنى طبعا باذن الله ان احنا نحسم البطوله باذن الله من القاهره ان شاء الله. وده هيريحنا بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه، مباراه اللي في تونس. فالمهم جدا ان احنا نفكر الاول في المباراه اللي في القاهره، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله في المباراه اللي جايه. بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله. وبرده برجع اقول احنا محتاجين التواجد الجماهيري يعني يزيد شويه ان شاء الله، ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله كابتن. امال يبقوا موجودين بس ال 20,000 يبقوا موجودين بشكل جيد في هذه المباراه، ويبقى التشجيع للنادي الاهلي فقط لا غير، كان النادي الاهلي واللاعبين في اليوم ده بامر الله. اشكرك كابتن ابو المجد، نورت وشرفت، بستمتع بيك دايما كصديق وكمحلل. ربنا يخليك كابتن فاروق، انا سعيد جدا بك. ربنا يخليك. يعني يمكن كابتن ابو المجد يعني واحد من اللاعبين المميزين اللي شاركوا في يعني هذه البطوله واحرزوها مع النادي الاهلي 2001. كل التوفيق ان شاء الله للفريق. عايز اقول لكم يمكن هوفنهايم يعني
براجا وهوفنهايم 2-1 لهوفنهايم، لا يمكن براجا 2-1 لبراجا في هذه المباراه في الدوري الاوروبي. ايضا محمد النني اساسي في فريق الارسنال النهارده امام كولن في ايضا في هذه البطوله، بطوله الدوري الاوروبي هذا الموسم. ايضا المقاولين والانتاج الحربي، طلع الجيش والانتاج الحربي تعادل 2-2 حتى الان. كل التوفيق طبعا لنجومنا في المحترفين في الدوريات الاوروبيه والفرق الاوروبيه، يا رب ان شاء الله فريقنا فريق النادي الاهلي يبقى في احسن حال في يوم اللقاء يوم السبت بامر الله. هنكون في تغطيه طبعا مميزه جدا لقناه الاهلي في هذا اليوم، ان شاء الله يكون يوم سعيد كده علينا كلنا سواء بقى جماهير او هنا في القناه بامر الله، نقدر نتكلم بشكل فني مميز من خلال طبعا فوز مهم للنادي الاهلي. بعد الفاصل ان شاء الله يكون معاكم طبعا المميزين كابتن او استاذ ابراهيم المنيسي وكابتن عادل خيعة والمهندس عادل قاي في برنامج ملك وكتابه. ما تروحوش لبعيد، دايما النادي الاهلي موجوده او قناه النادي الاهلي موجوده لاسعاد جماهير النادي الاهلي، ودايما معلومات الصغيره والكبيره داخل كيان النادي الاهلي موجوده من خلال قناه النادي الاهلي. السلام عليكم.